مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء في موجز الأنباء اللي شاهدتموه منذ قليل. شفنا مجموعة من الأخبار والتصريحات والتعليقات بالمؤتمر المهم اللي عقده الرئيس السيسي اليوم في مدينة السادات، وهو يفتتح العديد من المشروعات، وفيها مجموعة من الملاحظات والأخبار. لكن اللي يعنيني أكثر هو كمان قضية تعامل الإعلام مع بعض القضايا الحساسة جدا زي قضية السودان وأثيوبيا. أعتقد أنه قضية السودان وأثيوبيا، وإحنا دايما يعني كنا بننأى بأنفسنا عن الدخول في أعماق الخلافات والأزمات، لأنها الحقيقة بيمسكوا ده بشكل كبير. بعض هيقولك يعني إيه واحنا يعني هنسيبهم، ما هو ده تفكير ليس وطنيا يعني. واوعى تعتقد ان المصلحه الوطنيه يمكن ان تدار بهذا الشكل. يعني خلاص في دول اخذت منك، هي خلاص دخلت في خندق العداء بشكل واضح وسافر، زي تركيا وقطر يعني. فهنا التعامل معاه بيختلف، لكن في دول وشعوب تظل علاقاتنا الدبلوماسية والشعبية والحيوية وكمان المصلحة الوطنية تقتضي، لأن في قضايا مرتبطة بمصير وبمستقبل. بعضهم بيتعلل دايما يقولك والله أصل أنتوا بتعاملونا بعنصرية وبتعاملونا بتعالي، والإعلام شوف بيعمل فينا إيه. يعني أنا ربما من أكثر الذين ذهبوا إلى السودان وأثيوبيا، وفي حتى لقاء في غاية الأهمية كان مع الرئيس السوداني عمر البشير من هنا، وهو تحدث حتى عن بداية علاقاته بالرئيس السيسي، وقال أنه أكثر ما أعجبه في الرئيس السيسي أنه في زيارة للسودان رغم الحساسية الشديدة ورغم الاتهامات اللي كانت توجه للسودان دائما بأنها أصلها يعني مأوى للمتطرفين وللإخوان، فوجئ بالرئيس السيسي جاي كده يعني بحراسة لا شيء يعني. فهنا يعني أعجب بإيه؟ بالطريقة، إنه داخل بمنتهى الثقة، يعني ما بيعملش حسابات لأنه ممكن تبقى فيه مشكلة أو أزمة. أنا أعتقد إن القضايا من هذا النوع يجب أن تدار بشكل في الدوائر السياسية والدبلوماسية والجزء منها المتعلق بالأجهزة السيادية، لأن في أجزاء منها تتعلق بذلك. وده الكلام اللي قاله الرئيس السيسي اليوم واللي استمعنا إليه في الموجز، وإحنا دايما كنا بنأخذ على أنفسنا هذا، لأن لما سافرت إلى أثيوبيا وإلى السودان بسمع هذا الكلام. يعني خلينا نقول ماشي، هو يعني أنت متوقع أنه السودان مش هيقول حلايب وشلاتين سودانية؟ ما هو لازم هيقول كده، وبقاله 30 سنة هيقول كده، وإحنا بنقول مصرية والعلاقات بتسير بشكل. انها مش معنى ان هو هيقول سودانيه فمعنى كده انه ده يستدعي مثلا هجوما شديدا او تحريضا عنيفا، لا. بالتاكيد العلاقات بين مصر من ناحيه والسودان واثيوبيا من ناحيه اخرى تحتاج لان احنا نسيبها للدوائر الدبلوماسيه والسياسيه وكل الأجهزة المعنية بهذه القضية، حفاظا عليها وأيضا حفاظا على المصلحة الوطنية العليا. بنهتم بقضية قبل ما هنشوف قضية فساد المحافظ. فساد محافظ قضية نعم يجب أن تقوم الدنيا ولا تقعد. محافظ يعني صلاحيات واسعة، يعني رئيس جمهورية محافظته، قضية مش سهلة. هنقول لكم بعض الوقائع، خاصة ان احنا من هذا البرنامج كان لنا السبق في ان احنا كان عندنا حملة واضحة ضد المحافظ، من شهادة الدكتوراه اللي حصل عليها الوهمية والمزعومة الى وقائع متعلقة بالاخوان وعلاقاته مع رجال الاعمال، وتناولناها وهو محافظ يعني، وبعض المحطات المهمة اللي هتشوفوها وبعض الاحداث بعد قليل. اختفاء الأدوية اللي بتختفي معناها إن في مرضى ممكن يموتوا. المريض تاني لا ينتظر، ما عندوش رفاهية الانتظار، وبنهتم بيها كل يوم بنجيب لكم نوعية من الأدوية مختفية، مش علشان نتحدث فقط عن اختفاء أدوية علشان نجد حلا،
لان في مرضى يستغيثون. الأدوية اللي هتشوفوها دي بتاعت المخ والشلل الرعاش والأعصاب، وأدوية في غاية الأهمية وملهاش بدائل. هل نسيب الناس تموت ببطء بهذا الشكل؟ سؤال أتمنى أن كل المعنيين بهذه القضية يقولوا لا، تعالوا نوفر هذه الأدوية للمرضى. تتوالى أزمات قطاع الدواء في مصر يوما بعد يوم، فقد شهدت سوق الأدوية أزمة حادة تتمثل في اختفاء أدوية المخ والأعصاب والشلل الرعاش في كل من الصيدليات والمستشفيات العامة. مرض الشلل الرعاش ده مرض بيجي نتيجة نقص بعض المواد الكيميائية في المخ زي مادة الدوبامين، وعن طريق ان احنا لازم بنعوض المادة دي علشان تبتدي ان الشخص نفسه يبتدي يرجع لحياته الطبيعية تاني ويمارس حياته بشكل طبيعي. مشكلة نقص الأدوية الخاصة بشلل الرعاش زيها زي سلسلة من المشاكل الدوائية اللي بتحصل في مصر. شركة غير مصرية او مصرية بتتعملق وبتكبر، بتسيطر على السوق، تحتكر الصنف دون رقابة أو مراقبة أو متابعة من وزارة الصحة ودون خطة بديلة. في نقص موجود، وسمعنا اليومين اللي فاتوا إن الدواء هيبتدي يرجع تاني، بس إن هو يرجع بنفس الكمية اللي موجودة والتوفير اللي موجود في السوق ده مش موجود. الدواء الشلل الرعاش كان فيه دواء معروف وأساسي بتصنعه شركة النصر، وهي شركة كيماويات في الأصل، يعني قادرة على تصنيع الكيميكالز أو الرو ماتيريالز أو المادة الفعالة اللي بتخش في الدواء. اختفى منتج شركة النصر، بدأ يظهر شركة دواء السيناميد اللي هو تابع لشركة عالمية، بدأ يحتكر السوق، يسيطر على السوق، وله بدائل زي الليفوكار. اختفى الليفوكار، وإذا لم يبقى في السوق إلا السيناميد. البيشنت اللي عندهم الشلل الرعاش بيعانوا، يعني بيجونا تقريبا يوميا يعني، وناقص، فمش عارفين نوفره يعني. للاسف الشديد بيجي على حساب المريض، انه سيظل المريض يعاني من اعراض الشلل الرعاش، وزي ما قلت لحضرتك اللي بتصل احيانا من انه مش قادر يمسك كوبايه الميه عشان يشرب. ابني عنده مشاكل في المخ والاعصاب، والمشكله في نقص العلاج وارتفاع اسعار العلاج. ارتفاع بقى نجي ناخد نوع من العلاج بمبلغ نجني الأزاد طقطقين ثلاثة في اليوم اللي بعديه. فيه نقص أدوية في مرض الرعاش ومرض المخ والأعصاب، وبنسأل عليه حتى في المستشفيات الحكومة مش لاقينه، يعني حتى في مستشفيات الحكومة بنسأل عليه مش لاقينه، أو يقول استنى الأسبوع ده والأسبوع الجاي والكلام ده، ما احناش لاقينه خالص من زمان، من مدة يعني. بندور على علاج مرض الرعاش وزادت وعلاج مخ وأعصاب، زادت كهرباء على المخ، ومش لقينا العلاج في المستشفيات الحكومه ولا لقينه في بره في القطاع الخاص وكده. اللي هو النفر التعبان اللي هو مرض نفسي دي اما ليش العلاج بتاعه هيعمل ايه؟ هيموت نفسه ولا ما قدموش للموت؟ اما ليش العلاج هينتحر ولا يعمل نفسه حاجه؟ فين مصانع الحكومه اللي عمرها 60 و70 سنه؟ فين مصانع الحكومه اللي من سنه 39؟ راحت فين ومصلحه مين؟ قضايا ما فيش فيها احتمالات، وقضايا ما فيش فيها كمان إلقاء الكرة في ملعب الغير ولا تنصل من المسؤولية. اختفاء الأدوية وأدوية بعينها لأمراض في منتهى الخطورة بهذا الشكل، تعالوا يا جماعة نشوف إزاي كيف يمكن أن نحل هذه المشاكل. كل يوم بنجيب لكم نوعية من الأدوية المختفية من الأسوأ. إلا آلام المرضى، كل القضايا والله قابلة للنقاش وقابلة لأن الناس تقول لك والله أنا هتحمل الغلاء وارتفاع الأسعار وهتحمل الانهيار في التعليم وهتحمل كل حاجة، إنما الألم كيف يمكن أن يتحمله يعني؟ دفعة كاملة ربما دي وقع في سابقة هي الأولى من نوعها، دفعة بالكامل تحصل على صفر في مادة بكلية طب جامعة المنصورة. قالوا الامتحان صعب،
احتجوا وتظاهروا فعاقبتهم الجامعة، هل القضية زي ما بقولها ولا فيها ملابسات تانية؟ هسأل اتنين من الطلاب. طبعا الطلاب يعني لما يقولوا مش عايزين نقول اسماء اسماءنا يعني عندهم حق يعني، لكن يعني اتمنى ان شاء الله انه يبقى الناس عندها استطاعة يعني انها تشكو بحرية ولا تعاقب يعني. وانا اثق من خلال معرفتي بالدكتور محمد قناوي رئيس جامعة المنصورة، وهو يعني احد رؤساء الجامعات اللي نجحوا في منع اختطاف جامعة المنصورة من قبل جماعة الإخوان وحافظوا على قوة وصلابة الجامعة، يعني يمكن أن يدير حوارا بهذا الشأن. بس خلينا نسمع الأول الطلاب. أهلا بيكي. أهلا وسهلا، زي أستاذ وائل. إحدى الطالبات معانا، قولي لي إيه المشكلة؟ معقولة في دفعة بالكامل تاخد يعني أنتوا احتجيتوا على صعوبة الامتحان طيب وتظاهرتم مش كده؟ لا لو سمحت يا استاذ وائل، هو بدايه الامتحان مش بس صعب، الامتحان فعلا تعجيزي، وانا هقول لحضرتك بالظبط ليه احنا بنقول ان الامتحان تعجيزي. رقم اتنين، احنا ما تظاهرناش، احنا خرجنا سلميين جدا، وده طبعا بعد الطلب ان احنا اصلا عايزين دكاتره، فهنمشي واحده واحده. ليه الامتحان كان تعجيزي؟ اولا 35% من الامتحان فعلا خارج المنهج، خارج 75%؟ 35% 35% من الامتحان خارج المنهج نهائيا، خارج المنهج نهائي. تمام. 26 سؤال من اصل 130 لا ينطبق عليهم لائحه الجوده في الكليه، ان المفروض احنا عندنا اللائحه بتقول ان ما ينفعش الجمله تيجي منفيه في امتحان ام سي كيو اللي هو امتحان المالتيبل تشويس. تمام. 26 سؤال في الامتحان جاي فيهم كلمه اكسبت، وده المفروض منافي للائحه، يعني حتى الامتحان لا ينطبق عليه قواعد اللائحه. تمام. بس من امتى الطالب بيختار امتحانه او يحتج لا. على يعني هنا يمكن انه يقول الامتحان صعب ويشكو ويتذمر، انما بتقولي ده يعني تجاوز كل الحدود يعني. ايوه تجاوز كل الحدود. ثانيا ده على فكره امتحان الام سي كيو ده ثالث ورقه لينا في الجراحه. تمام. امتحاننا ورقه اولى ورقه ثانيه. الورقة طيب. الأولى كان الامتحان برضو صعب جدا، وزي ما حضرتك بتقول طب ليه انتوا ما رحتوش قلتوا أو اتكلمتوا، احنا فعلا رحنا مجموعة مننا راحت لرئيس القسم، يا دكتور الامتحان الورقة الأولى جاي صعب جدا، جاي من الحاجات المش مشهورة اللي المفروض أنا كممارس عام هتخرج ممارس عام المفروض أتعرض ليها وأعرفها، مش جاي منها خالص. قال طب خلاص ربنا يكرم هنراعيكم في الورق الثاني. الورقة الثانية برضو كانت صعبة. تمام. احنا المفروض امتحاننا الترا شورت، ده نظام جديد في الامتحانات. تمام. عندنا المخ والاعصاب ورقه النيورو كامله جايه امتحان لونج كبير ب 10 درجات. تمام. فده برده منافي للي المفروض الامتحان يجي عليه. كل ده ورقتين كاملين جايين صعبين، واحنا بنتكلم بشكل سلمي ومفيش. فنعوض في الام سي كيو، ندخل الام سي كيو يبقى الامتحان تعجيزي. 35% من بره المنهج، 26 سؤال لا ينطبق عليهم اللائحه، 25 سؤال يحتمل اكثر من اجابه. منقول نصا من كتب او مواقع للمعادله الهنديه، واحنا فعلا معانا الاسئله والاسئله بتاعتنا بتاعت الامتحان والاسئله على المواقع، وحضرتك ممكن نبعتها. طيب خلينا عشان بس يعني انا باخد لب القضيه كده. طب معانا طالب تاني عشان نشوف. اهلا بيك. اهلا استاذ. نكمل على كلامها يعني، مش عايز نعيد نفس الكلام. امتحان صعب، مين قال لكم؟ ما هو اي طالب ما بيحل مش جايز دي شماعه؟ ولو في صعب في وسائل للشكوى يعني، لجأتم الى الوسائل الطبيعيه للشكوى؟ يا استاذ وائل، بالنسبه للسؤال الاولاني، الامتحان صعب، مين اللي قال لنا؟ احنا بقالنا 6 سنين في الكليه. امتحاننا امتحانات سهله وامتحانات صعبه، وقبل كده كنا في ثانويه عامه. فاحنا شايفين ان الامتحان تعجيزي تماما. احنا تعجيزي ليه؟ تعتقد الوضع الامتحان يعني بينتقم، عند عقده انتقام بينتقم؟ بغض النظر، احنا معانا اوائل دفعه قاعدين مش عارفين يحلوا حاجه في الامتحان، حاولنا نعترض، قلنا عايزين رئيس القسم، عايزين اي دكتور نكلمه عشان نشتكي. جالنا الدكاتره، في دكاتره قالوا اللي مش عاجبه من الامتحان يخرج. في دكاتره تانيين قال الامتحان في مستوى طالب سته ابتدائي مش مستوى طالب سته طب. سته ابتدائي؟ والله العظيم فعلا، قال المستوى بنص كلامه، قال الامتحان ده طالب سته ابتدائي مش طالب طب. طيب بس انت متاكد من ده؟ يعني الـ اوائل الكليه في محلوش كويس؟
اوائل الكليه ما حلوش كويس تماما يا فندم، ما حلوش اصلا، ما حدش حل اصلا، مش ما حدش حل كويس. حل عظيم يعني، كلكم خدتوا صفر؟ مش خدنا صفر، بس يعني ما حلناش 30% من الامتحان حتى يا فندم. اه طب دلوقتي الجامعه عملت لكم ايه بقى؟ ايه القرار؟ هل الانباء اللي تم تداولها ايه القرار اللي اتخذ؟ هو الانباء اللي تم تداولها واللي عرفناها من الجامعه، بس لسه ما طلعش بقى بيان رسمي، ان المفروض ان ال 1200 طالب هياخدوا صفر من 130 في الامتحان ده. صفر من 130؟ صفر من 130. صفر واحد دفعه كلها. طيب خلينا اسال الدكتور محمد اناوي رئيس جامعه المنصوره المضحكات المبكيات. دكتور محمد اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. اولا يعني انا كان المفروض مش هطلع ولا ادلو بدلو في هذا الموضوع، لان الموضوع لسه يعرض مجلس الجامعه. طبعا لثقتي في حضرتك، وانا هطرح بس هطرح ما تم في الموضوع في عجاله، وانا لثقتي انه حضرتك هتحافظ، يعني نحاول نوازن بالحفاظ على مستقبل الطلاب. الموضوع يعرض مجلس جامعه، فيجب الا اتبنى موقف من الان عشان ما حدش يفكر ان انا مع حد ضد حد. انا في الاول وفي الاخر برؤس مؤسسه محترمه لها وضعها، انا مع الطلبه قبل اي حاجه، ولكن في تقاليد جامعيه محترمه يجب ان نحافظ عليها. الموضوع يعني مجرد ان انا علمت بالقصه كنت في مجلس اعلى للجامعات، قالوا الطلبه خرجوا والكلام ده، قلت لهم اوكي خلاص مفيش مشاكل، سيبوا الموضوع تمشي عادي خالص. وفي نفس اللحظه شكلت لجنه من 5 اساتذه من كليه الطب يفحصوا الورقه الامتحانيه، وقلت لهم يكملوا بقيه امتحاناتهم في هدوء، وغيرت لجنه الممتحنين اللي امتحاناتهم كلها اعتبارا ان اللي الطلبه قالوه ده كلام صحيح 100%. وقلت لهم بعد اللجنه الخماسيه دي في نفس اليوم بعتت لي التقرير وقالت لي الامتحان كويس، في 15% من الاسئله في مستوى الطالب فوق المتوسط. قلت مش مشكله. طبعا الطالب قال لك لا، ما احنا زمايلهم في قسم الجراحه هيجاملوهم والكلام ده. ففي سريه تامه جدا بعتت الامتحان والمنهج لثلاث جامعات مختلفه، لجامعه اسكندريه وجامعه عين شمس. قالوا ايه؟ قالوا ايه يا دكتور؟ قالوا ان الامتحان عادي في مستوى الطالب المتوسط، في من 8 15% من الامتحان فوق الطالب المتوسط، واعتقد ده طبيعي. المهم برضو كل ده انا عرضت عشان برضو بس هو معقول الدفعه بالكامل هتدعي صعوبه ماده بالشكل ما ده؟ هو برضو مش المنطق ان طالب هو اللي هيقيم الامتحان، يعني انا اصدق طالب بيقيم في خلال نص ساعه ولا ثلاث لجان في ثلاث جامعات مختلفة والموضوع معمول في سرية؟ طب هم اشمعنى ما عملوش ده يا دكتور مع أي مادة تانية؟ ما هو بالتأكيد لا، ما أنا هقول لحضرتك برضو هفترض مع حضرتك جدلا الامتحان صعب، زي ما بنتي قالت في 35% من الأسئلة صعبة، تمام؟ ماشي، ما فيش آليات، مش الحل أبدا إن أنا أسيب ورقة أطلع وآخد ورقة الامتحان. أنت شايف إنهم إيه؟ سابوا ورقة الامتحان؟ خدوها وخرجوا بيها خدوا ورقة الامتحان وقطعوها وصوروا بيها، وانا فخورة بدفعتي واحنا عملنا. هل هو ده الحل؟ عايز اقول لحضرتك على حاجة، وهم يعرفوا الكلام ده، العام الماضي في نفس المادة حصل في 37 سؤال مش في 35 طيب. سؤال لغيت بس عشان حضرتك بس تبقى عارف، احنا في اليات يعني لغيت ال انت شفت سؤال. ان هنا يعني في تم هدم قواعد واخلاقيات طبعا يعني، انما انا حتى الان برضه عشان ولادنا يبقوا عارفين الموضوع هيعرض على مجلس الجامعه. اللي حصل يا استاذ وائل اللي هو المعلومات اللي خرجت، احنا شكلنا لجنه تقصي حقائق برئاسه نائب رئيس طيب. الجامعه لشؤون تعليم الطلاب. طيب خلينا بسرعه كده لغايه ما نشوف، هاخد بس تعليق من الطالبه. اولا هل انتوا خدتوا ورقه الامتحان وقطعتوها وتصورتوا بيها زي ما بيقول الدكتور محمد؟ طب معلش قبل ما اعلق على الكلمه دي يا استاذ وائل، لا بسرعه عشان انا ما اصل المشاهد مش معني قوي بالتفاصيل يعني. تمام انا بس المعني بيه ان سابقه هي الاولى من نوعها، انه دفعه تمام. بالكامل كده تحتاج وتاخد ورق الامتحان وتمشي وتقول الامتحان صعب. تمام، انا ما قلتش 35% بس من الامتحان هو اللي صعب، انا قلت 35% من خارج المنهج، غير ان كان في اكتر من ربع الامتحان بنقول المعادله هنديه، فلو جمعنا الاثنين فيبقى احنا بنعدي نسبه 70% من الامتحان صعب. تمام اكتر طيب. من 70% ده بس نقطه لازم اوضحها، حته ان احنا اخذنا الورق وخرجنا اوريدي، يعني المراقبين خرجوا قبل مننا. تمام، وفي ناس كانت لسه في يعني على ما قرار. لا في حد بياخد ورق الامتحان حد بياخد ورق الامتحان ويمشي يا استاذ وائل؟ ما كانش فيه مراقبين يسلم لهم الورق. طيب
واضح ان يعني المساله نسيبها لي ازاي يتم التعامل معها بشكل يجمع ما بين الحفاظ على مستقبل الطلاب وايضا الحفاظ على قيم وقواعد الجامعه. اشكركم جميعا الف شكر. بسرعه قبل ما اطلع فاصل، المشهد اللي هنشوفه ده اللي هو الناس اللي بتعيش على ماسوره صرف بتربط الميه ضفتي ترعى، مشهد بنشوفه كثيرا، الطرق البيضة والمشاكل المتضخمة بسبب ذلك، لكن هل ده آدمي المشهد اللي احنا هنشوفه؟ ان احنا نسيب الناس تعيش على تتنقل كبارا وصغارا وأطفالا ونساء ورجالا على ماسورة بهذا الشكل؟ في مركز أبانوب بأسيوط يعاني أهالي قرية عرب القداديح جراء عدم وجود جسر آدمي يوصل أهالي القرية بين ضفتي الترعة. ماسورة صرف هي البديل المتاح لتوفير طول المسافة على الأهالي والأطفال، راح ضحيتها في وقت سابق عدد من أطفال القرية. احنا هنا يا باشا ثلاث عزب، تمام، عزبة الحاوي وعزبة لتلا وعزبة جنبر. احنا عشان خاطر نمشي في الطريق العمومي ونودي التلاميذ للمدرسة هنمشي حوالي 3 كيلو ونص، تمام، واحنا في طريق مختصرة بيننا وبين المدرسة بنعدي لها ترعة. الترعة دي في طلبة بتقع من عليها لأن هي ماسورة، وأنت زي ما شفت الوضع الماسورة دي يعني وقع 4 طلاب قبل كده وغير جوماته. احنا قدمنا على كوبري في 2007 يوم 23/6/2007، رحنا نسأل على الكوبري لقيناها عملوه في مكان تاني، فرحنا المحافظة وقالوا اكتبوا طلب من جديد، كتبنا طلب من جديد وجينا مضينا عليها رئيس الوحدة المحلية والسيد المحافظ والسيد مدير الغاية والسيد الوزير ووكيل الوزارة، وقالوا الكوبري بتاعكم خلص لغاية كده. جيت مكتوبة مذكرة لأن هي يعني هي أكتر من 2 كيلو، أقل من 3 كيلو وأكتر من 2 كيلو، فرحت هناك لقيت مكتوبة الأربع عزب 5 بيوت وفيه والمسافة أقل من 400 متر ووقف الكوبري والطريق ما تكملش 2 متر والطريق 8 متر، ده جسر عمومي بتاع ترعة المعنة. الجلال بتاعت القمح لما بنوديها للبنك عم نيجي ياخدها بالجرارات من العربيات، من داش الخطه الجايه لمين تاخد العربيات القمح توديه البنوك، وحنا كده واقف يا بيها نعمل ايه ونسويها. احنا لما نروح المدرسه في عيال لما تبعث فوق الترعه او في عيال لما تموت لما نروح المدرسه. نمشي هنا وقت مسافه كبيره، ممكن يعني انتوا شايفين وهي المسافه كبيره قوي ما نقدرش، ممكن يعني في اي وقت نقع، انا ما بقدرش امشي لازم حد يجي يعديني. يعني كل يوم يقع واحد واثنين، عدنا وقعوا ثلاث عيال وطلعناهم من تحت الماسوره ثاني يوم ميتين. سنتين واثنين نطالب على الكوبري ما فيش حد معبرنا، ما عارفينش عدوا وماتوا ثلاث ولد من على الماسوره، واحنا دلوقتي عايزين الكوبري. اقرب مسافه للكوبري 3 كيلو. وبعدين؟ طب قام احنا المسافه بعيد عننا، قام احنا ما عندناش غير الماسور هنا بنعدي عليها. الطريق الوحيد أمام أهالي القرية عبارة عن أكوام من القمامة والمخلفات تعوق المركبات فضلا عن مشقة السير فيه. طلبنا من المجلس أنه يحط لنا بس شوية رملة مش أكتر من كده عشان بس الطريق، فالمجلس لقينا استفاجأنا أن المجلس جاب لنا الزبالة بتاعة المركز وزبالة الدرشو وحط لنا فيها بنابز وجزاز وسيران وسجاد. قول دي سد الطريق ما يعرفش نعدي، عاوزين كبر بس والطريق اللي هم جايبين لنا زباله وبتاع وحاطينه فيها، ولا في جايب عربيات تعدي عندنا ولا اي حاجه، حتى لو حط قرص ما فيش اسعاف عم تيجي. الزباله بتاعت المركز بيجوا يرموها عندنا هنا في اول الطريق، غير ان بيصعب الوصول للطريق، فقال لي يعني من ساعه او نص ماشي سرع على الجبال، فلو في حاله مثلا تعبانه او حد بيوضع بناخد فترة على ما نوصل للمكان ده، غير ان العربيات ما تقدرش تدخل هنا بسبب الطريق المكسر ده. هذا
خلينا نتكلم بقى في موضوع محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، اللي كنا في يعني هذا البرنامج تناولنا عدة موضوعات متعلقة به. والحقيقة لما تقعد تدقق في الشخصية، هي شخصية لا تصلح محافظا أبدا، يعني حتى الحس، يعني أنا أعتقد أن المسؤول عن اختياره يجب أن يحاسب أيضا. والحقيقة احنا قعدنا نسأل مين المسؤول عن اختياره، يعني كان في بعض الأسماء، يعني كان هنا اسم واسم، فلغاية ما يتأكد مش هينفع أقول مين اللي كان مسؤول عن اختياري، خاصة أنه قعد مدة طويلة. يعني لما تشوفه بالحس كده، الناس طبعا مش بالشكل، لكن الشكل وطريقة الكلام والأسلوب لا مهم مع محافظ المنوفية تحديدا. لا، انت تشعر ان انت امام شخص وبيمسك دايما، هتلاقيه عدة النصب شغالة معاه، يعني هتلاقوا دايما ايه، مش معنى كده ان اللي بيمسك سبحة، لكن دايما في بعض النصابين يعني بيلجأ للتدين الظاهري قوي، علشان يعني يقول لك اصل انا بتاع، يعني ده الراجل ده بتاع ربنا، اوعى تشك فيه يعني. فالمحافظ ده حتى لما تشوف يعني دايما كان بيبقى شايل السبحه كده اللي هتشوفها فيه، انت عارفين مشهد زكي رستم في رصيف نمره 5، يعني اهي يعني لما تشوف في الاخر كده اهي، ايوه اهي هو على طول. ما مش معنى كده، ما السبحه يعني تذكرك باسماء الله الحسنى، وبيستخدمها المصريون دائما يعني باسلوب ديني صادق، لكن في من يستخدمها علشان يعد شغل، يعني ما بحيث انه يبدي التدين الظاهري. وهنا كمان مش القضيه مش كده، كمان المحافظ وقع في بعض المشاكل العجيبه. انا عايز بس اذكركم ده مشهد زكي رستم في رصيف نمره 5، اللي هو دايما بيستخدم ايضا عده النصب والسبحه، هو ده نموذج. انا بقول ده عشان نشوف عمليه الاختيار، لما نيجي بعد كده نشوف ازاي نختار محافظا. صحيح بيبقى فيه زنقه احيانا، وبتبقى فيه جهات مختلفه بتختار، وبيبقى فيه مشاكل مختلفه، ايه ده السبحه اللي يعني، بس انا بنوي بيها ليه؟ هو محافظ بيستخدم دايما عده، وبيستخدم البلطجيه احيانا، يعني في لو في حلقه احنا كنا ناقشناه فيها، تخيلوا بيقص شريط متعلق بافتتاح نفق باسماء الشهداء يعني، وكان يجب انه يبقى عائلات الشهداء موجودين، ففوجئوا بان في بلطجي مشهور بيتصدر المشهد وهو اللي بيقص الشريط. لو المشهد عندنا كده نشوف احنا واجهنا المحافظ في وقائع بعضها قد تتخيل انه بسيط، من اول الدكتوراه المزعومه وجبنا بالمستندات انه هذه الدكتوراه مزعومه ووهميه، وكمان لبعض الوقائع البسيطه اللي انت تلاحظ فيها انك انت يعني مش امام محافظ، انت امام بلطجي. وكنا بنقول ده بشكل واضح على الهواء. نشوف المشهد، حتى القضيه لما اثيرت قضيه الاستعانه ببلطجيه في تحركاته كمان. يعني سيادة المحافظ، العائلات الشهداء بيتكلموا عن انه في بلطجي بيتصدر المشهد بجوار حضرتك، وانه لم يتم دعوة عائلات الشهداء. والله يا فندم، هو فعلا الحقيقة انا فوجئت برضه، عشان اكون صريح مع حضرتك، ان في واحد فعلا يتردد عنه ان هو مش محترم، كان متواجد في المشهد بالفعل. انا الحقيقة ما اعرفوش شخصيا عشان اكون صريح. اللي هو اللي لابس الاصفر والبنطلون الجينز. والله يا فندم انا برضه عشان اكون صريح مع حضرتك يا استاذ وائل، يعني انا ما اعرفوش شخصيا. المحافظ عارف كل حاجه يا فندم، وكل الناس هنا في تشبين وفي المنوفيه عارفين كل حاجه، وعارفين مين ده ومين ده. ده انا ام شهيد هي اللي يجب ان تتصدر هذا المشهد، مش مش مختلف مع حضرتك. انا مش مختلف مع حضرتك، انا لوحدي اللي طلبت ان الشهيد يتحط اسمه على النفق قبل ما هم يقدموا الطلب. على فكره يا استاذ وائل، مفيش حد من اهالي الشهداء ادعى دعيه يعني للافتتاح ده اللي هو باسم اصلا الشهيد. مفيش حد من كبار العائلات، مفيش ناس من القيادات الشعبيه ولا التنفيذيه ولا اي حد. هو كان متصدر المشهد البلطجي، يعني في الوقت اللي الرئيس السيسي وسياده معالي رئيس مجلس الوزراء بيحتفلوا بشباب الاكفاء، يجي حضرته
يجيب البلطجي ويحتفي ويحتفل بيه ويديله مقاصي يا استاذ وائل؟ دي اكبر دعايه للبلطجه، وانه البلطجي يتصدر المشهد، وانه يعني عائلات الشهداء يعني يكونوا في اخر الصفوف. شهد تاني بسيط، احنا بنقول ده مش لان المحافظ القي القبض عليه برشوه. قال لنا الاستاذ اسامه شرشر عضو مجلس النواب امبارح انها كانت 20 مليون جنيه في وقعه واحده مع اثنين من رجال الاعمال، وما زالت التحقيقات جاريه حتى الان يعني. وحتى شوفوا يعني غباء المسؤول الفاسد يصل الى ايه؟ يعني ده انت رئيس الجمهوريه اليوم في مدينه تتبعك، يعني في مدينه السادات، وتم القبض عليه قبلها بساعات وهو بيتقاضى الرشوة. يعني حتى يعني هو يحاكم بتهمة الفساد، ويجب أن يحاكم بتهمة الغباء، ويجب أن يحاكم باتهامات مختلفة يعني من بعض الوقائع البسيطة اللي كنا تناولناها وكنا مندهشين جدا ليه تم المد له. وفي أسماء يعني احنا يعني لا نستطيع ان احنا نقولها في القضية، لسه بيتم التحقيق فيها. واندهشنا جدا من انه كمان تم المد له واختياره لما كان في تغييرات في بعض المحافظين، لكن هو استمر. كمان مشهد بسيط، راجل بيصلي في الجامع، وصلاة العيد تحديدا وصلاة الجماعة عموما هي معمولة علشان الناس تمتزج ببعضها البعض، مفيش فرق بين البشر، هي دي الرسالة الأهم في صلاة الجماعة وتمازج الناس مع بعضها البعض في المسجد. هو قام عامل عازل يفصل الكبار المسؤولين عن المواطنين العاديين، وكنا أيضا واجهناه بده. ده بقى كان في بداية توليه يعني، أو العازل أو زي ما أنتم شايفينه، مشهد هو الأول من نوعه يعني. يعني شوفوا محافظ من الفساد الكبير، لكن كل تصرفاته كانت محفوفة بالحماقة يعني، وبالتصرفات الغريبة اللي كان يجب تلفت نظر حد يا جماعة. يعني حتى تعاقب وزراء تنمية محلية، فكنت مندهش ان الراجل ازاي بيستمر. وكنا واجهناه ايضا بهذه القضية، وكل حاجة يعتذر يقول لك ده خطأ، ويعني بلطجي خطأ وعازل يفصله عن المصلين يعني. يعني ده انت هنا بتكسر كل المبادئ المتعلقة برسالة صلاة الجماعة يعني. طبعا هنا الصورة لما تم تداولها وانتشرت بشكل كبير أثارت استياء الكثيرين. الطريقة دي في إقامة وتنظيم الصلاة يعني بقى لها سنوات طويلة قوي، عدت أكثر من 12 سنة بنفس الشكل على فكرة. ده يعني بس ده ما ينفيش إنه غلط. يعني أنا برضو معلش برضو هوضح لحضرتك ان وجود الحاجز في لحد ذاته انا فعلا غلطان. اولا لما دخلت طبعا التكبيرات زي ما حضرتك عارف بتبقى شغاله. انا باجي قبل الصلاه، قبل اقامه الصلاه بحوالي ربع ساعه. فلما دخلت، هو لو حضرتك تلاحظ الصور، انا عارف حضرتك راجل منصف، لو حضرتك تلاحظ الصور حتى بتاعت الصلاه هتلاقيني داخل وسط الناس عادي بدون اي حاجه. وحضرتك انا طبيعي حتى في العيد، لو حضرتك تابعت وانا عارف ان حضرتك متابع جيد، هتلاقيني ان انا قبل العيد بيوم كنت في الشارع وسط الناس وبسلم على عمال النظافه وبقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين، ورحت دار الايتام من غير حراسه ومن غير اي حاجه، ماشي في الشارع يعني حتى مترجل. يعني كان عندنا تاريخ من الحلقات مع محافظ المنوفيه الذي سقط في وقعه فساد وريشه، وتقعد تتساءل ما الناس بتقع قدامك اهو يعني يا كل مسؤول احمق، ما انت شايف الناس بتقع قدامك وبيتم القبض عليها، ما انت شايف نائب محافظ في السجن، وشايف عدد كبير من المسؤولين القت الرقابه الاداريه القبض عليهم. يا خلاص انت اللي ناصح، ويتخيل كل فاسد انه لا، انه ناصح جدا وانه لن يستطيع احد انه يكشفه يعني. كمان كان في بعض وقائع الفساد اللي نشوفها في ده، بالإضافة لعلاقات مع الإخوان ومجموعة وقائع فساد كنا تناولناها أيضا، وقلنا لماذا بقي المحافظ في منصبه وتساءلنا. يعني البعض حتى اللي كانوا بيتهمونا بالسوداوية وبتهينوا المحافظين والناس، طب يعني مش طلع كلامنا صحيح انه ده محافظ لا يليق بمصر ان يكون فيها محافظ
لا شكلا ولا مضمونا يصلح أن يكون محافظا، لا شكلا ولا مضمونا. كل من عايشوه، هنشوف بعد شوية مجموعة من الوقائع الجديدة، بس أذكركم أيضا بالوقائع القديمة. احنا في الوقت اللي بتدخر فيه الدولة كل درهم وكل جنيه يا فندم وكل مليم على أساس قطاعات عديدة محرومة زي قطاع التعليم، قطاع الصحة. السيد المحافظ من أول ما جه غير أساس المكاتب والاستراحة والآخره، وهرع بشراء سيارة جديدة 4x4 في حين أن عنده في الاستراحة 8 سيارات. 8 سيارات يا وائل بيه، والدولة بتوفر كل مليم. وكنا احنا لغينا رقم واحد دي يا فندم المحافظة، لا، لزوم الشياكة طبعا. السيد المحافظ لازم يبقى في شياكة ولازم يبقى أفضل من السيد مدير الأمن. هرع لشراء سيارة جديدة بالإضافة لمئات الألاف اللي جاب بيها أساس المكاتب والاستراحة. دي الجريدة الرسمية الناطقة المتحدثة باسم المحافظة. طول عمر الجريدة من إنشائها من 30 سنة بيبقى رئيس مجلس الإدارة المحافظ أيا كان اسمه، رئيس التحرير بيبقى عضو في المجلس الأعلى للصحافة لأنها تحته. جه يا فندم غير مجلس الإدارة وجاب جميع الصحفيين بالجرائد القومية، واحد من الأخبار، واحد من الأهرام، واحد من الجمهورية، واحد من الأخبار المسائي، واحد من الأهرام المسائي، حتى لا يهاجم يعني، حتى لا يهاجم من السادة الصحفيين. وأول عدد تصدره الجديدة بتشكيل مجلس إدارتها الجديد 70% راضون عن أداء المحافظ. من أين هذا التقييم؟ وهناك مراكز عديدة معتمدة في مصر تصدر هذه التقييمات. قبل ما أختم عايز أقول حاجة دكتور محمد. طبعا 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 أنا جاي مفاجآت. اتفضل. السيد المحافظ لما كان رئيس لمركز السادات يا فندم، احنا المحافظة الأولى اللي في مصر أغلقت أبوابها أمام ثورة الإخوان قبل 30/6 يا فندم. عين لينا محافظ إخواني اسمه أحمد شعراوي. كل رؤساء المدن تضمنوا مع المحافظة وأغلقوا بالجنازير إلا السيد هشام عبد الباسط. استقبل المحافظ الإخواني وفتح له مكتبه في مدينة السادات لإثبات حسن النية وتجديد العهد مع الإخوان. وآدي يا فندم الصورة قدام السادة المشاهدين. آدي الرجل شريف عفيفي شريك حسن مالك، نفس الموضوع حضرتك، الرجل الدعم الأول للإخوان. يا فندم ادي حزب النور يا فندم في مكتب السيد هشام عبد الباسط صاحب الميول الاخوانيه. كنا نتمنى طبعا ان احنا نواجه المحافظ بيها، لكن المحافظ حول تليفونه او اغلق تليفونه. ده كل ده عشان البعض ممكن يقول ايه هو انتوا يعني بعد سقوط المحافظ، كل ده قبل سقوط المحافظ، وقبل سقوط المحافظ بسنوات يعني. وكنا بنتمنى انه لا يتم التجديد له في حركة المحافظين، لكن تم التجديد له للأسف الشديد يعني. وتناولنا كل هذه الوقائع مع مخالفات كثيرة تانية يعني، ما عندناش الوقت ان احنا نجيبها لكم كلها. وزي ما بقول لكم احنا بنهاجم محافظا بأدلة ومستندات، ونتهم بالسوداوية وبإهانة محافظ. وفي نفس الوقت يعني كل ده طبعا الجهات الرقابية بدأت تشتغل في الفترة الأخيرة إلى أن سقط المحافظ، اللي هو لما تشوفه زي ما بقول لكم من التفاصيل البسيطة لا يعني لا يمكن أبدا تصدق أن ده يمكن أن يكون محافظا سواء شكلا او مضمونا. ده كمان قلنا نذهب بكاميراتنا للمنوفيه في مجموعه من الوقائع والمخالفات الجسيمه بدا الناس طبعا تكشفها، لانه الناس بتخاف يعني المحافظ بما له من سلطات يمكن ان يقمع، يمكن ان يستبد، يمكن انه يضيع مصائر ومستقبل بشر، فبدا الناس يتحدثون. من ضمن ملفات فساد تواجه محافظ المنوفية هشام عبد الباسط ملف الأكشاك التي منحت لمواطنين بطرق ملتوية. أنا بأملة ولا عايزة؟ ما أنت حضرتك شايفاني كده بس موجود مفتشة ومين على قد مين اللي اداك من رئيس الحي شارياه وعاملاه، كنت شارياه 3000 من زمان. دي مراتي لكن ده بتاع أختي، أنا باجي أبص عليها وبمشي يعني. أختي كانت مطلقة وتعيلي ولادها يعني،
واخد بالك، ومعاه ولدين محبوسين، فعملوا لها كشف تاكل منه عيش يعني. هو العداد باسمه؟ لا العداد باسم مش عارف باسم مين، بس من زمان يعني. العداد اللي في الكشك باسم مين؟ باسم واحد اسمه حسنين شمس الدين. مين حسنين ده؟ ده كان له كشك هنا، ولما جت حطت الكشك وراحوا يجيبوا عداد كهرباء ما كانش فيه عدادات كهرباء، فاشتروا العداد ده. انا قدمت في الكشك ما حصلش نصيب. امال مين اللي خد الكشك؟ في ناس اللي هي يعني بالفلوس. والله الشباب المفروض ان هي اللي تاخد الكشك دي، يعني حد خارج من السجن ظروفه تعبانه، في ناس كتيره ما تستحقش، اللي مفاتش تموين، اللي صاحب محل واخد كشك، اللي رجل اعمال، اللي والدته اللي هو فتح محل احذيه على مستوى المركز هنا عامل لامه كشك وفرش لها فرش متاع، ومفيش حد بيقول له حاجه، ومفيش مسؤول لا رئيس حي ولا ده، كله تاشيره المحافظ والتاشيره ب 500 جنيه وعلى مسؤوليه الكلام ده، وعلى مسؤوليتي، وبقولها تاني وعلى مسؤوليتي محافظ، والله العظيم ما ينفع بجنيه. عايزه تعدلي كفه الميزان هنا في شبين بالذات، فتش على المحليات. اللي كنت بتتكلمي معاه من شويه ده مفتش في التموين، والكشك ده بتاع اخته. عايز اعرف حاجه، الولاعه دي سعرها نص جنيه، وهو بيقبض مرتب 3-4000 جنيه غير عنده املاك، طب انت فاتح كشك ليه؟ يبقى انا اولى، انا مسجل ومش عايز اعمل مشكله او اعمل جريمه، انا خايف انحبس، انا عندي قلب اربيها وعايز اربيها، ما عنديش كلام تاني. ملف الأكشاك اللي يجب فتحها، كانت بتمنح لمين، وهل بتمنح بأموال ولا لا؟ وبعد الفاصل عندنا مجموعة من الوقائع هنتناولها معاكم متعلقة بمحافظ ألقي القبض عليه بالفساد رشوة، مع اثنين من رجال الأعمال متلبسين جميعا من قبل أهم جهاز رقابي لمحاربة الفساد وهو الرقابة الإدارية. بعد ده هنناقش معاكم ده مجموعه من الوقائع بسرعه، وبعدها ما تيجوا ناخد ازمه تصريحات وزير التنميه المحليه اللواء ابو بكر الجندي في اتجاه تاني نناقشه، هنقول لكم على الاتجاه اللي هنناقش بيه هذه القضيه المتعلقه بالعاصمه، اللي الناس دايما هو ايه اللي خلى فرص الحياه فقط في العاصمه؟ هو الصعايدة مسؤولين عن كده ولا الدولة بمؤسساتها المختلفة؟ ده هنناقش معاكم كل ده ونشوف ازاي كيف يمكن ان نناقش هذه القضية باسلوب، لان ربما اللي كان يعني اللواء ابو بكر بيقصده صحيح يعني اعتذر عن هذا الكلام، انه بيتكلم عن ان اللي بيجي للعاصمة، طب لكن مين اللي جعل فرص الحياة منعدمة؟ مش في الصعيد بس يا جماعة، يعني كلنا قادمون من محافظات مختلفة للبحث عن موضع قدم، للبحث عن طموحاتنا، أحلامنا، من حق الجميع أن يحلموا، بس ليه فرص الحياة بس في العاصمة؟ وليه دايما كل المحافظات عندها إحساس حتى بأن العاصمة تأخذ دائما الكعكة الكبيرة في فرص الحياة وفي الأحلام، لكن هم لا، كلهم مهمشون الصعيد طبعا في مقدمتهم يعني. بعد الفصل مشاهدينا نحييكم من جديد. سقوط محافظ المنوفية في قضية رشوة مع اثنين من رجال الأعمال من قبل الرقابة الإدارية، أهم جهاز لمحاربة الفساد. كنا قد فتحنا ملفات متعلقة بمحافظ المنوفية من قبل، ووقائع مختلفة ومتعددة هنواصل معاكم بعض الوقائع الجديدة،
لان احنا لما تناولنا هذه القضايا تناولناها اثناء وجود المحافظ في منصبه، وحتى كنا كان في بعض التعليقات من وزير التنميه المحليه انذاك الدكتور احمد زكي بدر، بعض قال ده احنا بنحقق في بعض الوقائع، لكن للاسف الشديد لا شكلا ولا مضمونا يمكن ان يليق بمصر ان يكون فيها محافظ مثل محافظ المنوفيه الذي سقط. كان في مجموعه من الوقائع امام اعين الناس، وده اللي احنا هنسمعه دلوقتي، يعني ربما تاخر سقوطه، ربما الاجهزه كمان الرقابيه بتحتاج مستندات ووثائق، لكن كمان السلطه التنفيذيه بيبقى عندها مشاهدات تتعلق بالاداء وتتعلق كمان بالتعامل مع المواطنين وبرائحه الفساد اللي بتبتدي تفوح. يعني اقدم ضيوفي داخل الاستوديو الاستاذ دكتور محمد السيرسي مستشار محافظ المنوفيه الاسبق. دكتور محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك فندم. استاذ احمد زنون المحامي. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. الاستاذ اسلام جمعه اهلا بيك. استاذ اسلام عنده واقعه بيتهم فيها محافظ المنوفيه بانه طلب منه رشوه واضحه، يعني هيقول لنا عليها بوضوح. نبدا الاول بالوقائع اللي معاك استاذ احمد، خلينا نبدا يعني باهم الوقائع الواضحه. يعني اهم الوقائع الواضحه والمثبته يا استاذ وائل هو ان السيد محافظ المنوفيه المتهم قام بتعيين بعض الحاشيه بتاعته اللي كانوا بيعلموا خباياه واللي كانوا متستلين على فساده في مجلس مدينه السادات، زي الاستاذ عبد الحكيم الزفزافي اللي هو مسك حاليا رئيس مدينه اشمون بالتخطي لجميع القوانين واللوائح. والاستاذ عبد الحكيم كان قبل كده قبل ما يبقى رئيس مدينه مسكه رئيس حي غرب شبين الكوم، لانه طلع وقال ان انا معايا ملفات فساد على محافظ المنوفيه. بعد 48 ساعه فوجئنا بيه بيمسك رئاسه حي غرب شبين الكوم. ومش بس كده، ده الجهاز المركزي للمحاسبات اصدر تقرير وقال فيه بان هناك، ذكر بالاسماء بعض موظفين الاداره التعليميه بمدينه السادات قاموا بالتزوير وبالتسهيلات وبتربح، وكان كتير جدا من الجرائم اللي ارتكبوها في اداره السادات التعليميه. وفوجئنا بالسيد محافظ المنوفيه بيرجعهم تاني المناصب بتاعتهم على نفس الدرجه الوظيفيه، رغم من التقرير بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات لا يؤدي الى السجن، فقط قال من ضمنها ان هم قاموا بتزوير خاتم شعار الجمهوريه. ده لانهم من رجالي، يعني رجاله طبعا يا فندم، وراحوا قعدوا معاه في المحافظه وبعد كده فوجئنا بانه بيعود للقرار. في مدينه اشمون السيد محافظ المنوفيه كان في 47 محل، المنطقه دي اسمها السوق، حواليهم السوق حواليهم الموقف بتاع مدينه اشمون، كان المنطقه دي كانت واخداها حق انتفاع السيده نوسة طايع زوجة المهندس مهران اللي هو والد السيده الفاضله حسناء زوجة السيده المحافظ. لما انتهى في 23/4 اللي فات انتهى حق الانتفاع، وكان في التوقيت ده رئيس المدينه الاستاذ طارق الوراء رئيس مدينه اشمون، طلب منه السيد المحافظ بانه يجدد العقد لمده مماثله مخالفا بده القوانين واللوائح، وطلب منه بانه يمد حق الانتفاع ويدوم فتره مماثله. رفض الاستاذ طارق الوراء رئيس مدينه اشمون في الوقت ده، نقلوا منوف وبدا طبعا يلففه كل شويه في مدينه شكل انتقاما منه، لانه رفض طبعا علشان حرمه المصونه عشان حمات السيد المحافظ. يعني دي ملك عائله حرمه، مش ملك يعني. ده ملك للدوله وهم كانوا واخدينها حق انتفاع. وانتهى حق الانتفاع في 23/4/2017. فاللي رفض نقله ووداه بقى منوف، راح مودي لهم بقى الاستاذ الخام بتاعه تربيه ايده الاستاذ عبد الحكيم الزفزافي. جه الاستاذ عبد الحكيم الزفزافي في 48 ساعه وافق على المد، على الرغم من ان الفتوى دار الفتوى اصدرت قالت ان ده ممنوع، لان لازم يتم طرحها من جديد في طبقا لقانون المزايدات والمناقصات، وان لازم يكون في فتوى بكده، وحتى لو حبيت تديها ما يبقاش بالامر المباشر. لا وخاصه هنا ان في مصلحه عائله زوجته طبعا، ده هو هنا كان يجب انه يعني حتى ينأى بنفسه ويقول ده الاخطر، طالما فيها عائله زوجتي لا ده انا مش هعمل. كان ينأى بنفسه ده لو ده محافظ نزيه او نظيف. فجئنا بالقرار 655 لسنه 2017، النيابه اصدرت قرار نهائي وقالت ان عبد الحكيم الزفزافي عليه بعض المخالفات
واصدرت بعض انه قام بالاهمال والتقصير عليه مخالفات، ورغم كده بيضرب بالقانون عرض الحائط وبيقول للنيابه لا انا هو هشام عبد الباسط وراح عينه رئيس مدينه اشمون. ده الاخطر من كده يا فندم، كان صدر قرار تاني رقمه 372 ضد نفس الشخص وضد اخرين كانوا في رئاسه مدينه السادات، وتم ايقافهم عن العمل. فوجئنا بالسيد المحافظ بيعينه رئيس المناجم والمحاجر على مستوى المنوفيه، ودي اكبر هيئه يمكن تكون بتدخل مصادر ربح كبير جدا للمحافظه، بقى هو المتولى عنها دلوقتي، هو اللي ماسك المناجم والمحاجر في المنوفيه. لكن هو مد حق الانتفاع لمده 20 سنه لحماته السيده اللي هو باسم نوسه طايع، اللي هي والده السيده حسناء زوجه السيد المحافظ. مد لها لمده 20 سنه بالفعل، يعني تم المد بالفعل، تم الفعل بالفعل. واللي رفض كده نقلوا الى مكان اخر. طيب بس يا فندم كده، ده نقل كمان مدخل مدينه اشمون ده لغاه خالص عشان الفيلا بتاعت السيد حرمه على الطريق، وصرف 8 مليون جنيه تانيين واسنده لشركه، هي الشركه دي بدون ذكر اسماء هي شركه المقاولات الوحيده اللي السيد المحافظ كان بيسند لها اي عمل في المنوفيه، رغم ان ده مخالف للقوانين بتاعت المناقصات والمزايدات. ده خلى بعض المقاولين اضطروا ان هم يلغوا ويوقفوا اعمالهم بتاعت المقاولات في الضرايب، وقالوا لها ان احنا كده ما بيتمش اسناد لينا. لا يعني فيلا حرمه فين؟ في مدخل الطريق؟ في مدخل اشمون. بدا يلغي المدخل ده علشان طبعا الطلاب ما يجيش على الست لانن، ويعمل مدخل جديد تكلفته 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه عشان التراب ما يوصلش، عشان التراب ما يوصلش طبعا، عشان الضوضاء بتاعت العربيات اللي معديه على فيلا السيد حرمه. يعني المدخل اغلق بالكامل؟ هو بدا يعمل فيه تعديلات وتشطيبات وعامل مدخل تاني بسيط. ده المدخل ده ادى الى موت 14 تلميذ من حوالي شهر، واهالي اشمون تدمروا، او من حوالي شهرين، لان المدخل ضيق جدا ما ينفعش العربيات، اللي هو المدخل البديل، المدخل يعني الجديد البديل اللي هو عمله. ادى القتل 14 واحد في حادثه من حوالي شهرين. الأسوأ من كده يا فندم، عندنا في مدينه السادات منع البيئه بانها تقوم بعملها في مصانع الاخوان شريف عفيفي، بدل ما يركب يقوم بتركيب الفلاتر علشان البيئه وعشان الدخان الملوث والخطر، اللي سيادتك عارف ان صناعه السيراميك بتطلع أسوأ انواع الدخان، دخان رديء جدا وقريب من المساكن. ده كل ده عشان علاقته برجل الاعمال شريف عفيفي، لان هو اللي دخله الانتخابات يا فندم، والاتفاق في الانتخابات كان في مكتب السيد المحافظ، واللي غير له اقامته لمدينه السادات علشان ينطبق عليه نص الدستور كان السيد المحافظ، لانه كان اقامته القاهره، فخلى اقامته مدينه السادات اثناء ما كان رئيس مدينه السادات. يا فندم معانا الصور اللي احنا قدمناها، صوره مع الاعضاء جماعه الاخوان اللي صدر ضدهم حكم بالاعدام، هو كان صديقهم الحميم، وما طلعوش علامه صلى الله في عهد الاخوان، ما مسكش السبحه الا في السنه بتاعه الاخوان، كان متسلق اكبر من عندنا الصوره دي اللي موجوده. طب لغايه ما نجهز الوقائع الثانيه، بس هاخد على طول جايز لنا الوقائع الثانيه اللي معاك استاذ اسلام. انت هنا عندك قريه سياحيه، في مدينه اوسن محافظه المنوفيه، طلب هنا بشكل واضح طلب منك رشوه بمبلغ كبير، ولا انت بتقول ده بعد سقوطه؟ لا، مبدئيا هم طلبوا 360 الف جنيه، ده نظير توضيب ميدان سليمان متولي ده امام القريه عندي، بجانب 3 مليون لسياده المحافظ. 3 مليون يروحوا للمحافظ. و 360 هناخدهم نعمل بيهم الميدان. الميدان ده قدام الميدان ده جنب القريه على طول. احنا رفضنا. فهنا ده هينفق على الميدان، انما ال 3 مليون تذهب لجيب المحافظ. ده اللي ظاهر، ده اللي اتقال. احنا رفضنا المبدا من 360 او ال 3 مليون، وعملنا الميدان احنا على حسابنا، احنا عندنا شركه بدأنا فيها ووضبنا لهم الميدان. طبعا الكلام ده زعلهم. ما 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 بلغتش ليه؟ هبلغ في سيادة المحافظ. احنا رفضنا الموضوع. فوجئنا، هو مبدئيا الموضوع كان اتحرك، احنا المكان ده بقى له 3 سنين شغال. فوجئنا في يوم قوات جايه تقول في قرارات ازاله عندكم لم نختار بيها ولم نعلم بيها. نهائي. طلبنا الورق، طب ورق الاعلانات اللي اعلنا بيها مش موجود، رجعوا الازاله اليوم، تاني يوم بالظبط طعنا على القرارات وتقدمت في الجهه المختصه في المحافظه، وخدت تاشيره سياده المحافظ بالعرض على الفتوى والتشريع. يعني انت الـ 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 بس مين هنا، مين الوسيط بقى اللي بيطلب ال 3 مليون للمحافظ؟ مجلس مدينه اوسنا. لا حد في مجلس اشخاص طبعا اشخاص في مجلس مدينه اوسنا
مقربين لسيادة المحافظ. اللي هو فتح عينك تاكل ملبن يعني. من الاخر ادفع الفلوس عشان نوقف الموضوع اللي احنا ما نعرفش فيه موضوع يعني. ما عندناش قرارات ازاله. فوجئنا زي ما بقول لحضرتك اللي فيه قرارات ازاله. طعنا عليها زينا زي الناس. المحسن المحافظ اعطى تاشيره الفتوى والتشريع. ولما ما دفعتش الازاله اللي هنشوف مشاهد كده نشوفها واحنا بنتكلم. لما ما دفعتش نزل لي بعدها بثلاث ايام. تاني. هو ادى تاشيره عرض على الفتوى والتشريع وما استناش الرد بتاع الفتوى والتشريع. هو هنا بيعمل لك الازاله. لو كنت دفعت ما كانش ده. ما كانش في ازاله. الموضوع اللي انا المكان عندي مرخص. الحاجات المخالفه حاجات بسيطه انا ما علمش بيها. طبيعي لما حد بيبني بيبقى في حاجه زياده حاجه ناقصه بتتصلح انا اشيلها. لكن انت ما تجيش تزل لي المكان المخالف او لو في جزء مخالف والمكان المرخص. بس انت هنا بوضوح شديد يعني حتى مستعد لو في فتح ملفات احنا فندم المحافظ وحاشيته طلبوا مني 3 مليون جنيه و360 الف مقابل ميدان سليمان متولي و360 الف جنيه عشان يعملوا ميدان سليمان متولي. ده بوضوح شديد. ده بوضوح شديد. ده مقابل اللي انا ما شيلكش المكان في حين ان المكان عندي مرخص. طيب دكتور محمد السيرسي بوضوح شديد وانا يعني كنا مع بعض في تليفونات وحلقات يعني. نعم. وتناولنا فساد محافظ المنوفيه ومجموعه من الوقائع اللي فيها مخالفات وعلاقات مع رجال الاعمال وعلاقات ايضا مع الاخوان ويعني تطلب ذلك كم سنه قعد المحافظ كم سنه في مصر؟ في 5/2 القادم يتم 3 سنوات يعني لو كان اراد الله به ان يواصل تلك المسيره كان هيكمل 3 سنوات. كان هيكمل 3 سنوات. كانت 3 سنوات. ايه ملخص لاهم الوقائع اللي في ذهنك يعني ممكن نكون قد تناولنا بعدها بس نلخصها كده بسرعه. احنا طبعا تناولنا حضرتك ربنا يبارك في حضرتك ويكثر من امثالك يا فندم. شلت على عاتقك الموضوع. احنا القوه هنا فين؟ ان احنا هو في كان لسه في بدايه توليه المنصب اعتقد كنا هنا في 14/10/2015 بعد توليه المنصب ب8 شهور يعني كان في قمه عنفوان وبعد ما اقنع الجميع زي ما حضرتك عرضت في التقرير السابق بالسبحه القيمه دي ان هو رجل دين ورجل الناس بتصلي وراه في يعني المكتب. يعني في بعض الناس بتاخد التدين الظاهره عده شغل للنصب يعني وده اللي احنا اشرنا اليه. لما جيب المجلد اللي جابه للمحافظ السابق وقلنا ان هو جابه من نادي حصل على درجه دكتوراه من في نادي وقلت لحضرتك هنا في الحلقه الموقره ان احنا شهاده الدكتوراه ما سمعناش انها بتؤخذ في نوادي. لما جاب المجلد وجابه للمحافظ السابق الدكتور احمد شيرين فوزي قال له طلب منه ان يجي يجيب المجلد او يجيب الشهاده الموثقه علشان ياخد علاوه. الراجل طلع ومشي ما جاش تاني لغايه ما زياره المهندس ابراهيم محلب في السادات. انا بس بفكر الساده المشاهدين بالوقائع سريعا. وقال له انا اخترق الصفوف انا محافظ انا الدكتور هشام عبد الباسط رئيس المدينه ودي شهاده الدكتوراه بتاعتي وعاوز اتقابل معاك. فاسوا حركه محافظين في تاريخ مصر في 5/2/2015 اتى بهشام عبد الباسط وقف مع 18 محافظ اعتقد انا ذاك. طبعا بعد ما جه انا كنت مستشار محافظ المنوفيه عملنا مشروعات سباقه لم تشهدها المنوفيه من قبل 20 مشروع جديد 45 مشروع كان قائم ولم يحل تأخر 7 سنوات بالإضافة للمشروعات الجديدة. لا يعني هو معقول يقدم للدولة شهادة دكتوراه وهمية والدولة ما تتأكدش بمؤسساتها المختلفة؟ نعم يا فندم وأنا قلت لحضرتك ذلك وهو في الكرسي. اللهم لا شماتة الآن. أنا لا احنا بنلحق ده مش شهاده لان احنا تناولناه وهو موجود. الله يعني يفتح عليك. هي دي وتناولناه في يعني مع وزير التنميه المحليه الدكتور احمد زكي بدو وقلنا له يعني معقوله انه حتى في حركه المحافظين يتم التمديد له وطلع يعارض السيد الوزير انا ذاك. لو حضرتك تتذكر الدكتور احمد زكي بدر واحنا مش وسط مصوغات التعيين قلت له ازاي طب يعني مصوغات التعيين ام واحد يقول لك انا معايا دكتوراه انا النهارده اقول لك معايا دكتوراه واقول لك خلاص انا جاي محافظ واحلف يمين محافظ وانا طب فين اللي طلعت على المستندات دي؟ فين اطلعت؟ انا والله يا جماعه مندهش ان 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 انه شخص يخدع مؤسسات الدوله المختلفه بشهاده دكتوراه وهميه والناس ما تبقاش عارفه
الناس ما فتشتش يا استاذ وائل لكذا سبب. اولا هو كان بيوهم الناس انه ليه اقارب في جهات سياديه عليا جدا في الدوله، وحتى هو محافظ كان في بعض المسؤول الناس الموظفين اللي تحت ايده اللي هو برأسهم لما كانوا يجوا يتكلموا معانا عن فساد يقولوا بقى اصل ده مسنود. الكلام ده لغايه قبل انا بقول كده اتقبض عليه، اتقبض على سياده المحافظ يوم دخلته، لان السيد المحافظ كان بيتمنى لقاء السيد الزعيم السيسي، وهو كان عندنا في مدينه السادات اللي هي تحت ولايه محافظه المنوفيه، فهو خلاص في انتظاره قام يعمل عملته في طبعا الجهات الرقابيه والجهات السياديه مهتمه بتامين السيد الرئيس، وهو السيد المحافظ بيقوم باستلام الرشوه اللي هو كان بيستلمها، والحمد لله تم ضبطه متلبس. عايزين نتاكد تاني من الاستاذ اسامه شاشه كده ان المبلغ اللي قاله 20 مليون دولار 20 مليون جنيه مبلغ الرشوه ده صحيح ولا؟ طيب بسرعه دكتور هشام لو عندك. انا بقول لحضرتك يا فندم اللي وقعوا معايا ايه بقى يا فندم، ان هو وراني لما رحت له بقول له بيقول لي انت عمال تشيع ان انا معيش دكتوراه ومعيش دكتوراه، قام طلع لي ورقه وقال لي ده تصديق المجلس الاعلى للجامعات. هنا يا فندم وقع نفسه قدام. انا معايا قلت لحضرتك شهاده دكتوراه، طلعت على المجلس الاعلى للجامعات قلت لهم يا جماعه انتوا متوثقوليش ليه؟ انتوا وثقتوا الواحد؟ قالوا مستحيل. قلت لهم هشام عبد الباسط محافظ بروفيت مصر، نفى رئيس المجلس الاعلى يعني الجامعات. حتى التوثيق المجلس الاعلى للجامعات ده نفى انه ليس صحيح، نفى انه خارج عن المجلس الاعلى للجامعات تماما، وان هذه الرساله لا ترتقي. واحنا طلعنا حتى كل ده وانا اندهشت من البجاحه في التزوير الى هذا الحد، يعني تزوير له حدود فجاجة. يعني حتى انك تختفي تخبي زي ما الاستاذ احمد تفضل كده يا فندم، هو بيرمي القنبله هنا بيقنعك انه متدين وهو لاخره، وفي الناحيه الاخرى علشان يتستر على الجرائم. يعني هو يعمل ايه؟ يقول لك سنضرب على الفساد بيد من حديد، وكل يومين يحول للنيابه العامه بعض الموظفين او النيابه الاداريه. ما مصير تلك عندنا المشاهد اللي بيتكلم فيها على الفساد انه هيضرب على هيضرب الفساد بيد من حديد، عندنا المشهد ده. طب نشوفه كده. الفساد يعني موجود ومتجذر في بعض الاحيان في حتت كتيره سواء في المحلات او في غيرها، لكن قد يظهر اكثر في المحلات. الحقيقه ان احنا الفتره اللي فاتت بالتنسيق مع هيئه الرقابه الاداريه تم عمل اكثر من قضيه، ناس اتحبست وناس استبعدت من مواقعها وناس جوزيت جزاءات شديده وما زالت الكره مستمره الى ان ان شاء الله باذن الله يحفظ هذه البلد الامن بفضله وبرجال مخلصين ما يتربحوش من وظائفهم وغيرها. ما يعني والله مش ممكن الشيطان يعظ، يعني يجب ان يخجل البشر. يعني هو فاسد ومتمرغ في الفساد يعني، ويعظ الناس ويتحدث عن محاربه الفساد. طيب بسرعه دكتور هشام عايز تقول حاجه ثانيه قبل ما اسمع تعليق اخير. دكتور هشام مين يا فندم؟ تتهمني بهذا الاسم؟ دكتور محمد قصدك. قام ببناء مبنى دكتور محمد انا اسف. استاذ وائل اتصرف عليه 15 مليون جنيه تقريبا، والمبنى ده داخل في حوالي سنتين اتنين ينعق فيه البوم، مفيش موظف من اللي هو وعد بيه عايز يروح. اصدر قرار بتقسيم قريه كفر داوود اللي بقى لها مئات السنين واللي الناس قاعدين فيها بقى لهم اكتر من 100 سنه علشان ارضاء لنائب السادات، عايز يضم جزء من كفر داوود كبير جدا نائب مدينه السادات يعني. لقريه النائب علشان الكتله التصويتيه بتاعته في الانتخابات الجايه. ولما الاهالي يرفضوا اللقاء ده والاهالي خطبه قام قال لهم بالنص في اللقاء بتاعه انا كده هشيل بلدكم من حزبان المحافظه، وكانها تكيه هشام عبد الباسط. السؤال اخر كلمتين عندك اخر فضل. كلمتين اقول ان حتى الان القصه مش واضحه بالظبط في كيفيه القبض على المحافظ. هنا بقى الرقابه الاداريه لما تنتهي من التحقيقات طبعا انا قصدي، ولكن بتعلن يعني رغم اختلاف الروايات في طريقه القبض عليه، ولكن جميعها اتفقت على ان مصر تسير في الطريق السليم، وان مصر لديها جهات رقابيه طبعا تعمل وتضرب طبعا على بيد من حديد. دكتور محمد السيرسي لو عندك. ايوه فندم، السر كمان حاجه ما ناقشناهاش قبل كده هنا، الدكتوره هناء سرور كانت وكيله وزاره الصحه بمحافظه المنوفيه. الدكتوره هناء سرور الاخ هشام اطاح بيها في عشيات وضحاها. الست ديت دخلت احد المستشفيات من كتر جولاتها على المحافظه. شالها ليه بقى؟ لعلاقتها بالمنيا. عرفت تاريخ الاخ هشام عبد الباسط
كما سردته من مديرية الشؤون الصحية لوالده المختلس. لو تتذكر لما قلنا وقعت والده المختلس اللي كان شغال أمين مخازن بمديرية الشؤون الصحية ثم تولى نقابة العاملين بها في المنيا في محافظة المنيا لو تذكر سيادتك. الدكتورة هناء تربطها علاقة وطيدة بأزاحة لأنها تعرف مضية وكانت مفجرة ملف كبير جدا أطاح بيها. وهنا وزير الصحة كمان يا جماعة يعني بالتأكيد كان في صحيح يعني كان في عجلة في اختيار بعض المحافظين وكان البعض أحيانا بيتعلل بأن أصل احنا مش لاقيين محافظين يمسكوا محافظات. لكن هل معقول اجيب حد سجله كده يعني في اب عنده سجل غير نقي ويعني عائله ليست نقيه شهاده الدكتوراه مزعومه القطعه الاهم احمد زكي بدري لا احمد بيه القطعه الاهم لما جاب وكيل وزاره الصحه الجديد اللي بعد الدكتوره هناء تم القبض عليه جابه من اسكندريه بنفس الطريقه اللي بيجيب بيها المحاسيب ومن حوله وتم القبض عليه بعد شهرين من تعيينه ده وكيل وزارة الصحة في المنوفية عقد الدكتور هو جابه من اسكندرية بنفس الطريقة اللي بيجيب بيها كل المحاسيب اللي حوله وتم القبض عليه بتهمة فساد أيضا وتهمة رشوة. ويسأل الوزير أحمد زكي بدري يا أستاذ وائل لأن هو نفى في البرنامج هنا من حوالي سنتين لما كنا مع حضرتك نفى وهاجمنا وقال لا أن المحافظ سليم ومعلوش أي شبهات فيسأل عن ده الوزير السابق أحمد زكي بدري طبعا يعني هو احنا كنا زي ما قلت لكم احنا بنحقق في هذه الوقائع منذ ثلاث سنوات منذ ان تولى المحافظ يعني وقائع مختلفه وحققنا فيها وواجهنا حتى المحافظ بيها وواجهنا كمان الدكتور احمد زكي بدر ببعض هذه الوقائع سجل مشبوه كيف يمكن ان يكون محافظا من اختاره من صدق على الاختيار من وافق على مجيء محافظ بهذا السجل المشبوه وبالتالي هنا القبض عليه لا كان له مقدمات يعني بمعنى انه العاصفه لا كان لها مقدمات وكان يجب ان ينتبه الجميع. عايز انا بشكر انت قلت وقعت الرشوه انا عايز اضيف ومستعد انك تدلي بشهادتك فيها انا يعني. المكان بسبب الازاله كلفني فوق ال 12 مليون جنيه شرد 120 اسره فعلي كانوا موجودين انا اتقدمت بقضيه عزل على سياده المحافظ وفي 9 قواضي شغالين تانيين اعتقد انه المجال اصبح متاحا الان لفتح كل هذه الملفات أكيد. بعد الفاصل تعالوا نناقش تصريحات وزير التنميه المحليه اللواء ابو بكر الجندي بشكل مختلف زي ما اوضحت هنقول لكم ازاي بعد الفاصل ان شاء الله وهي التصريحات التي اغضبت الصعيدة وأغضبت الصعيد هنناقشها معاكم بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد تصريحات وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي يمكن أن تنطلق منها موضوعات مختلفة للمناقشة صحيح التصريحات في مجملها أثارت استياء أهالي الصعيد وهنا حتى السؤال هي العشوائيات مسؤولية الدولة ولا مسؤولية الصعايدة وكمان هو مين اللي جعل العاصمة هي محطة الفرص والأحلام الوحيدة بمعنى أن الذين ينزحون إلى القاهرة ليسوا فقط من الصعيد من كل محافظات مصر بسبب التهميش وعدم وجود تنمية في هذه المحافظات وبالتالي يسعى الجميع إلى الحلم في العاصمة أو فرص العمل المتاحة والمتوفرة أو فرص الأحلام المتعددة. خلونا أناقش القضية مع ضيوفي وأيضا هنستقبل تليفونات وحتى يعني بعض الغاضبين نتمنى أن تكون الاتصالات فيها يعني وجهات نظر مختلفة يمكن أن نستفيد منها ونشوف نستغل هذه التصريحات لتنمية المحافظات والاهتمام بالمحافظات والصعيد على قمة ذلك. خلونا أقدم ضيوفي من نواب الصعيد الغاضبين بشدة
استاذ مصطفى سالم. اهلا بيك استاذ مصطفى. اهلا مسوح. وكل سنة وانت طيب. يعني احنا جبناك من عيد ميلادك اليوم، لكن اعتقد ان قضية الصعيد يعني اهم، فانت اديتها اهمية اكبر. كل سنة حضرتك طيب وبخير. طبعا يعني قضية الصعيد ومشاكل الصعيد اهم من عيد ميلادك. ان شاء الله. استاذ وائل المشنب عضو مجلس النواب. استاذ وائل اهلا بيك. اهلا وائل بيه. الجانب الاخر معايا اللواء فاروق حافظ المقراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. تحياتي. لواء يحيى كدواني عضو مجلس النواب ولجنه الدفاع والامن القومي. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا يا فندم. سيادة اللواء بوضوح شديد قبل ما نناقش ده، كان عندك تصريحات برضو اتكلمت فيها بنفس المعنى، قلت فيها في عشوائيات ومعظم العشوائيات من النازحين من الصعيد. تمام. هل ده كلام له معلومات وارقام واحصائيات على ارض الواقع ولا كلام في المطلق؟ لا هو كلام في المطلق. والحقيقه ان الصعيد طوال الخمسين سنه الماضيه همش بالفعل، معدلات التنميه اصبحت ضئيله للغايه ولا تتناسب مع زياده اعداد السكان. الصعيد يكاد يكون محصور بين الهضبة الغربية والشرقية في حيز ضيق من الأراضي الزراعية دون امتداد للظهير الصحراوي، وبالتالي حصل فيه تكدس مع عدم تنمية ترتب عليه ظواهر اجتماعية سلبية، الفقر والبطالة والإرهاب وكافة الظواهر الاجتماعية السلبية تركزت في بلاد الصعيد. وترتب عليها نزوح وهجرة من الصعيد إلى الوجه البحري خاصة القاهرة، وسكنوا على أطراف المدن اللي هم عملوا العشوائيات. والتصريحات بتاعت الوزير تمثل الواقع في الحقيقة، نتيجة عدم التنمية في الصعيد. ان هو بيقر واقع، يعني ما لم يقصد الإساءة، ورجل حكيم ورجل يعني معروف عنه دماسة. بس لما عملوا العشوائيات عملوا عشوائيات ازاي؟ هو قصده ان الانتقال والهجرة من الصعيد الى العاصمة ترتب عليه تكدسهم في الاماكن العشوائية وحدوث الظاهرة العشوائيات دي نسبة كبيرة. هو من خلال تقلده منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعنده لغة الأرقام، ولغة الأرقام لا تكذب، نسبة أكثر من 70% من سكان العشوائيات من الصعيد. كم؟ أكثر من 70%. 70%؟ طب أنا أقدر أحدد إزاي في العشوائيات يسكنها؟ هو عنده كل القادمين، هو عنده من خلال الدلتا ومن وفي 30% من باقي المحافظات، انما اغلب الساكن العشوائيات من الصعيد، ودي حقيقه مجرده. طيب قبل ما اخد رأي انت بتقول ده، استاذ مصطفى انت موافق على الكلام ده؟ هنا برضه هنا ده بيخلي انه الصعيد مسؤول او الصعيد مسؤولين عن العشوائيات. راجل صعيدي من اسيوط. ده صعيدي من الصعيد الجواني كمان، يعني احنا من سوهاج بعد اسيوط. بعد اسيوط بس يعني الواقع يحيى بس الجو في سوهاج احلى من الجو في اسيوط. نتكلم بس يعني هو هنا صعيدي ولا يمكن ان نتهمه باهانه الصعايده يعني. لا طبعا. لكن هنا لما يقول ان 70% من العشوائيات صعايده، هل ده احسبه ازاي؟ احنا يا استاذ وائل بس عشان يعني نحط النقط على الحروف، لازم نفصل ما بين الحديث وزير التنمية المحلية عن اتجاه أو خطة الوزارة لتحقيق تنمية بمحافظات الصعيد، وبين ما استكمل به حديثه حتى يمنع أو حتى نجعل أبناء الصعيد لا يركبون القطارات ويأتوا لنا لعمل العشوائيات. هناك فرق بين المقيمين بالعشوائيات وبين عمل العشوائيات. الصعيد خلال الأربعين سنة أو الخمسين سنة الماضية على مدار عشرات السنين همش أهمل، لم تكن هناك أي خدمات حقيقية، لم يقدم لمواطنين الصعيد أي خدمات، لم يحدث تنمية، لم تخلق فرص عمل لأبناء الصعيد، تم إهماله، تراكمت المشاكل. النهاردة لما تنزل حضرتك الصعيد كل المشاكل اللي كانت على مدار 40 سنة تراكمت في هذه السنوات، بنية تحتية شبه مدمرة، طرق، كهرباء، صرف صحي، وبالتالي هنا يجب أن نهتم بتنمية الصعيد. لكن ما كان دون ربط ذلك بأنه مصلوم هم اللي عاملين العشوائيات. هناك فرق يا أستاذ وائل ما بين الإقامة
وما بين ان انا اعمل تصريح الوزير تحديدا حتى لا نجعل ابناء الصعيد يركبون القطارات وياتوا الينا لعمل العشوائيات. هنا الوزير اتهم ابناء الصعيد بعمل العشوائيات، من الذي قال للوزير هذا؟ ربما يكونوا يقطنون في العشاء العشوائيات. بيقول نفس الكلام سياده اللوائح بيتكلم ان هم بيعيشوا او بيسكنوا لكن ما عملوش العشوائيات. العشوائيات دي انا من وجهه نظري كانت لغياب الرؤيه، لغياب التخطيط من الدولة في فترة كبيرة، لغياب الرقابة في المحليات، فكانت تنشأ الأبراج وتنشأ العمارات وتنشأ المساكن بدون رقابة، ما انشأهاش أبناء الصعيد، اشترك فيها كل أبناء مصر، كل المحافظات، أبناء الصعيد مثلهم مثل أي مواطنين آخرين، نزحوا من الأقاليم بحثاً عن فرصة عمل. طيب قبل ما أسأل الأوضاع ولكنهم لم يقوموا بعمل هذه العشوائيات. وائل بيه، طبعا اولا انا عايز انقل لحضرتك تحيه من ابناء اخميم ثم محافظه سوهاج ثم صعيد مصر على حضرتك انك خصصت فقره في البرنامج لحضرتك للنقاش في هذه الازمه. استاذن حضراتكم بعد اذن سياده اللواء يحيى، انا بس بتكلم بارقام دقيقه جدا، والارقام دي صادره من المدير التنفيذي لصندوق التطوير العشوائي. حضرتك احنا كان متحدد 400 منطقه عشوائيه على مستوى الجمهوريه، الكلام ده كان لحد احصائيه سنه 2016. من 2016 حتى 1/2018 اصبحت 289 منطقه عشوائيه في مصر. عدد الاسر، هنقول عدد السكان الذين يقطنون المناطق العشوائيه تحدد بحدود مليون نسمه، بما يعادل 215,000 اسر. تمام؟ دي الارقام اللي انا يعني اتحدى او انا واخدها كامله وبدقه من الدكتور خالد صديق اللي هو مدير الصندوق التطوير العشوائيات. دي النقطه بقى. هل فيها تصنيف صعيد دلتا؟ اكمل حضرتك، انا بتكلم حضرتك بالارقام، وانا مسؤول وانا بتكلم بالارقام. لن يذكر حضرتك، لن يذكر ولن يعمل احصائيه ان هناك 50% او 60% او 70% من الصعايده. لن يذكر، وانا موجود وانا بتحدى وبقول ان يذكر في من 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 الصندوق دوت اللي هو مدير الصندوق شخصيا، ان هو يقدر يحدد يقول. لان احنا اساسا في مصر كنا نتكلم بصفه عامه، احنا ليس عندنا تعداد او احصائيه حقيقيه، يعني قد تكون تقرب الى الحقيقه لكن حقيقيه لا توجد حقيقيه. احنا اتكلمنا عن 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 الوزير ما قال الوزير، لا الوزير اهانه واهانه، وانا محمل برسائل وعبارات وغضب شديد من شباب الصعيد، من نساء الصعيد، من رجال الصعيد. انت يا معالي الوزير طلعت في التلفزيون بتقول قطارات وان الصعايده بيجوا عندنا في القاهره بيعملوا زحمه. احنا اولا مش مشكلتنا ان مصر ان نظام الدوله بتاعتنا نظام مركزيه، دي مش مشكلتنا. ما انا قلت لسه هو مين اللي خلى العاصمه هي محطه الاحلام وفرص الحياه؟ وان ذكرت يا معالي الوزير انك قتلت المحافظات الثانيه، ان ذكرت الصعيد يا معالي الوزير فلا بد ان تذكر اشياء كثير جدا. احنا الصعايده في مصر، احنا الاقتصاد، احنا الجيش، احنا اقول ايه، احنا الفن، احنا الاعلام، احنا النقابات المهنيه، احنا النقابات العماليه، احنا الاقتصاد، احنا العمال، كل ده الصعايده. عايز صفات الصعايده ما كنتش تعرفها مع الوزير اقول لك عليها، احنا الرجوله، احنا الجدعنه، احنا الشهامه، احنا الاصل، احنا اساس مصر. ده اللي انا بقوله. انت واضح اعتذار الوزير كمان ما مش كافي. اعتذار ايه يا فندم؟ اعتذار ايه؟ وكل واحد يعدي كده على الصعيد، ده الصعيد، ده ده ده, ده مصر، مصر الصعيد، مصر الصعيد، الصعيد مصر. طيب انت بتحكي يا معالي وائل بيه، انت معالي الوزير لمست امن قومي، انت عايز النهارده انا نائب صعيدي اطلع اقول احنا نقول صعيد وبحري، طب ما نيجي نعمل فاصل ونعمل حدود بقى ما بين الصعيد. لا ما ينفعش. ده مين عمل القصه دي؟ لا يا فندم، لا يا باشا والله، لا والله يا فاروق، لا 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 سعادتك استاذ وائل، انا بتكلم بكل مصداقيه، انا بقول لك على مصداقيه، ما انا هرد يا معالي الوزير، هات لي يا معالي الوزير، انا اسف يا ستي، انا بس نص دقيقه، هات لي يا معالي الوزير احصائيه تقول ان الصعايده، انت يعني احنا بربر ولا احنا حرفيش؟ انت تقول عشوائيات، ده احنا اقتصاد مصر، احنا اقتصاد مصر الصعايده، احنا من اول اسكندريه يعني اتعلمنا التنوير من يعني رموز الصعيد. هتتكلم عن ايه؟ هتتكلم عن السلطه الشريفه، هتتكلم عن السلطه التشريعيه، هتتكلم عن السلطه التنفيذيه، احنا الصعيد.
انت ما تيجيش طيب. تجرحني وتقول لي انا اسف. طبعا طبعا مخيف جدا تصريحك انك بتقول انا بعتبر تصريحات الجندي دي كانها بتعمل عن قومي سور يفصل نفصل نجيب عند الجيزه نعمل سور بقى ونفصل نقول صعيد بقى ونشتغل شغل عن قوه بقى. مصر ان احنا لا يمكن ان نصل الى احنا لسه مصدقين لك تصريح الوزير يعني حمل نوع يعني اعتبروا كل ابناء الصعيد ان هناك نوع من التمييز تمييز لفظي وتفرقه بين ابناء الوطن الواحد ابناء الصعيد وابناء محافظات الوجه البحري نواب الصعيد ده جرح كل ابناء الصعيد وصدقوا على قرار ان تكون وزيرا. طيب اللواء فاروق حافظ معاك واحنا بنتكلم عن يعني المناقشه ونشوف ازاي نستفيد منها اللواء يحيى حكيت وانا بتقول صعيدي ومصمم على ان 70% من العشوائيات من الحقيقه حضرتك يعني ما هي حقيقة بس أنا مش عارف تقدر تحسبها إزاي تقول وإحنا بنعطي الأمور أكثر مما تحتمل الموضوع مش بال يعني يجب أن لا نجسمه بهذا الشكل يعني أولاً يعني أنت صعيدي ما شعرتش بنفس الغضب الصعيدة لا ليه أولاً مجلس الوزراء مجلس الوزراء طلع بيان من ساعة واعتذر واعتذر فيه عن اللبس اللي حصل والوزير وإن ده سوء فهم لأقوال الوزير وبعدين هذا الكلام اللي قاله الوزير ما هوش مش جديد على مصر. نرجع وشوفوا على اليوتيوب او شوفوا مضابط مجلس الوزراء لما كان السيد زكريا محيي الدين رئيس وزراء مصر. قال ايه؟ قال اي واحد ماشي في الشارع من اللي بيعوا السريحه دول وكده ومعاه بطاقه ايام ما كانت البطاقه ورق خارج القاهرة أو اسكندرية هرحله البلد لأن أنا مش عايز لا هو قال هذا التعبير متأكد أيوة الله رحمة أنا بقول لك وكان رد الفعل إيه رحمة الله عليك رد الفعل إيه يا سيادة اللواء رد الفعل إيه لا مش رد الفعل حضرتك مقتنع بده لا أنا بقول لك الراجل كان بيبص للعاصمة إن العاصمة عايز يحافظ عليها انما هل ان اللي قاله الوزير ان هو تم كده جمال عبد الناصر نفسه وقت عرض عين الدوله يا سياده اللواء ما كانش يا سياده اللواء النهارده جمال عبد الناصر كانت صعيد طب ما انا بطاقه القاهره وانا من البحيره النهارده هو جمال عبد الناصر انا بقول لك وجمال عبد الناصر من النهارده العالم كله كانت يا سياده اللواء النهارده العالم كله وساد الرئيس كان بيحتفل بمئويه جمال عبد الناصر تمام. جمال عبد الناصر من قريه بني مر من مركز اسيوط وصعيدي وصعيد. والصعيد يعني غير جمال عبد الناصر الصعيد انا بقول لك اخرج انا سايب من الصعيد على فكره يعني استاذن حضرتك استاذن حضرتك الصعيد يا سياده اللواء اخرج مئات المفكرين وسياسيين ورياضيين ومبدعين وفي كل المجالات ومن كبار رجال الاعمال اللي بيشاركوا بحقوق التنمية اللي بيشاركوا بحقوق التنمية بس عايز حضرتك بتقول مش جديد يعني ايه لا يعني ان انا خايف على العاصمة بس انا عايز اقول ايه العشوائيات دي مش موجودة في القاهرة بس موجودة في جميع المدن على مستوى الجمهورية طيب في مناطق عشوائية متفقين سبب هذا تمام. ايه سبب ليه احملها للصعيد لا ما بحملهاش للصعيد انا بقول لك سبب العشوائيات دي وتخطيط. لا ان اجهزة الحكم المحلي مترهلة وسابت العشوائيات دي تنشأ ده اللي انا كنت بتكلم فيه غياب رقابة تلاقي كل مركز وكل محافظة والقاهرة عزبة الصفيح اللي لما كان هنا زمان منشية ناصر دي كانت كلها عشوائيات في ذاك الزمان اللي احنا كنا فيه ضباط صغيرين وكان شارع صلاح سالم ده اللي هو احنا قبل يعني احنا قبل السبعينات وكلكم يعني اكبر مننا سنا وقيم تعرفوا الكلام ده الصعيد كان مليء بالمصانع انا هتكلم عن محافظتي بعد اذنك يعني انا كان عندي في محافظه انا اشتغلت فيها في بندر سوهاج كان عندي في انا اشتغلت في بندر سوهاج حضرت حضرتك اللي انا هتكلم عليه انا كان عندي مصانع بصل مصانع كنا بنصدر للخارج كنا بنصدر للخارج كان عندي مصانع كان عندي مصانع غزل ونسيج في كل محافظات او معظم محافظات الصعيد تم تدمير هذه المصانع وتم تخريبها وتم بيعها اثناء الخصخصه طيب في الثمانينات عشان بس النهارده بعد اذنك السؤال عايز اكلم فكرتي النهارده لما الدوله والقياده السياسيه شعرت ان ابناء الصعيد ظلموا واهملوا
ومفيش فرص عمل اصبحت لابناء الصعيد بدا الاتجاه للدفع بالتنميه الصعيد بس لابناء الصعيد والبحري. معلش الصعيد كان الاكثر تهميشا الرجوله بس برد الرجوله في الريف عموما يعني سواء كان الفلاحين او الصعايده ما هم نفس الطينه شفت يا ست اللي هو الوزير وصلنا لايه وصلنا الامن القومي حضرتك هتبتدي تقول بقى بحري لا لا زي بعض شفت لا ما انا بقول لك الفلاح والعامل هم دول وانا متفق نتاج معاك مصر. يبقى اذا انت انما اللي انا عايز اوصل لك الفكره تبقى واضحه ان الوزير ما يقصدش هذا انا عايز اقول للوزير يا وزير الحكم المحلي المحليات ما هو ما يقصدش ذلك يا المحليات هي كده. السبب في العشوائيات ان هي سابت العزب دي والبيوت الصفيح دي طيب خليني بس يا جماعه عشان نحسم الموضوع تاني وفرصه وانتم موجودين فمعانا اللواء ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه وهو الحقيقه يعني لغه الارقام والاحصائيات لغه بتحكمه وكانت دايما بنطلع منها احنا في عملنا الصحفي والاعلامي موضوعات متعدده ومختلفه. سياده الوزير اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل بيك وبحضرات الضيوف المحترمين اللي معاك. اهلا بحضرتك سياده الوزير. سياده الوزير حضرتك انا استمعت الى يعني اعتذارك والى بيان مجلس الوزراء ايضا بس واضح نواب الصعيد ما زالوا غاضبين وبيقولوا ان هذه التصريحات يعني حتى الاستاذ وائل المشنب نائب صعيدي قال وكانك تضع صورا لفصل الصعيد عن مصر يعني تاني هضطر يعني حضرتك توضح وهم موجودين مغزى هذه التصريحات ايه اتفضل. الحقيقه يا استاذ وائل انا امبارح حتى انا مش متذكر كنت بتكلم على انهي قناه من كتر القنوات اللي انا اتكلمت فيها امبارح. كل الساده الاعلاميين كانوا بيسالوني ايه اسبقيات الشغل عندك؟ ايه ترتيب الملفات؟ فانا قلت لهم بصفه ان انا راجل لسه مخلص تعداد وبقالي فتره طويله في البيانات الخريطه بتاعت مصر قدامي واضحه جدا. ان احنا الصعيد خلال فتره طويله لم ياخذ حظه في التنميه وان كان في الفتره الاخيره ابتدى يلتفت اليه ولكن المؤشرات كلها اللي انا شايفها بتقول رغم هذا الالتفات المؤخر اللي الصعيد يحلق في افاق اخرى بعيدا عن التنميه اللي متوسطه في الجمهوريه. مثال واحد احنا عندنا نسبه الفقر في الجمهوريه 27.8 او 28% لكن كافه ده المتوسط الجمهوريه لكن كافه محافظات الصعيد تتعدى ال 50% 50% نسبه الفقر في الصعيد وفي محافظات متعديه 60% فانا قلت ان هذا لا يرضي اي احد واي مسؤول وان شاء الله ان بجهودي بجهود الساده المحافظين ومجلس الوزراء وكل ما يمكن من امكانيات سيمكن ستوجه في هذا المكان علشان يعوضوا عما فاتهم من ظلم خلال الفتره اللي فاتت. طيب هذا الصعايده كانوا اكمل بس يا استاذ اتفضل اتفضل الصعايده كانوا بيركبوا القطر علشان مش قادرين يلاقوا وسائل عيش لاسرهم ويركبوا القطر وييجوا القاهره علشان يبعتوا لاهلهم من هنا المعاش بتاعهم. احنا لما هنعمل هذه التنميه في الصعيد دول هيقعدوا هناك واتمنى اللي في القاهره جم يرجعوا تاني ونامل ان هم يرجعوا تاني. يرجعوا امتى؟ هيرجعوا لما يكون فرص العمل عندهم والتنميه تحققت بان هم انا اعرف كثير جدا قدامي من الناس البسطاء اللي بيقعدوا طول الشهر يقفلوا على نفسهم وحارمين نفسهم من لقمه العيش عشان يبعتوا كل اللي يقدروا يطلعوه لاسرهم في الصعيد. يا استاذ وائل عاملين بحث الهجره الخارجيه 80% من الهجره الخارجيه من الصعيد لان هم 80% من الهجره الخارجيه من الصعيد من الصعيد ليه؟ لان هم اعيتهم الحيل ومش لاقيين فبيروحوا يشتغلوا.
اعمال. طب هل عندنا سياسه بالعشوائيات؟ حته العشوائيات اكملك حته العشوائيات. لا لا لا, لا, لا عشان هم مركزين معايا يعني الوزير. انا عايز اسال معالي الوزير. لا 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 بعد اذنك اتفضل يا باشا. انا بس بسال معالي الوزير. مساء الخير يا معالي الوزير. مساء النور يا فندم. النائب مصطفى سالم مع حضرتك تحت السؤال. اهلا يا فندم. انا حضرتك بتتكلم النهارده كل الكلام على اني حضرتك اتكلمت على ان عايز تحقق تنمية في الصعيد وتخلق. مش انا اللي عايز احقق البلد اللي عايز. اكمل بس وجهة نظري مع الوزير بعد اذنك. اتفضل يا فندم. ده توجه دولة. ده توجيهات سيادة الرئيس مع الوزير عشان يعوض ابناء الصعيد من فترة الحرمان والتهميش زي ما حضرتك بتتكلم. غضب الصعيد مش من كده مع الوزير. غضب ابناء الصعيد حضرتك تحديدا اتكلمت وممكن ترجع للمداخلة بتاعت حضرتك. ان احنا هنحقق تنميه ومش هنخلي ابناء الصعيد يركبوا القطر وييجوا عشان يعملوا لنا عشوائيات. ده الغضب. الغضب هنا مع الوزير. احنا ابناء الصعيد مش زعلانين ان حضرتك او الدوله او الحكومه هتحقق لهم تنميه، لكن ابناء الصعيد زعلوا لما حضرتك وصفتهم ان هييجوا يعملوا العشوائيات. من الذي قال لسيادتك ان ابناء الصعيد هم من يعملوا العشوائيات؟ ربما يقنطوا في العشوائيات، ربما يسكنوا، لكن من قال ان ابناء الصعيد هم الذين يقيمون العشوائيات؟ ده غضب اهل الصعيد مع الوزير. وما كان يجب ان يصدر تصريح مثل ذلك من سيادتك. احنا فرحانين ان واهل الصعيد فرحانين ان حضرتك بتتكلم عن وجهة نظر الوزارة وجهة نظرك في تحقيق تنمية. هل هناك داعي كان من حضرتك ان تقول ان ابناء الصعيد ياتون لعمل العشوائيات؟ من الذي قال هذا؟ طيب. ابناء الصعيد بيعمروا يا سياده الوزير، مش بيقوموا العشوائيات. ابناء الصعيد هم من شاركوا في بناء وتحقيق التنميه في كل المحافظات. ابناء الصعيد خرج منهم كبار رجال الاعمال، كبار الاقتصاديين، كبار السياسيين، كبار المفكرين، كبار المبدعين. نظره ابناء الصعيد كانت لابد ان تختلف. طيب. عند سيادتك اسمعوا بقى وبعد كده الاستاذ وائل المشني بعد سياده الوزير اتفضل. هو المشكله سياده الوزير في بيجوا في القطار في القطار يعملوا العشوائيات. هي العباره دي التي احدثت غضبا شديدا، تسببت في غضب. استاذ وائل انا بس هطلب من سياده النائب، هل حضرته استمع لما قلت ولا هو ارى اللي نقل؟ لا يا فندم، استمعت ومداخله حضرتك موجوده على اليوتيوب، والنهارده اتذاعت مع الاستاذ تامر امين قبل مداخله حضرتك، وحضرتك اتكلمت وبتتكلم حتى الان دون الاشاره تماما لهذا اللفظ او هذه الكلمه، ان عشان ما يجوش يعملوا لنا العشوائيات. وممكن حضرتك ترجع لا هي موجوده منها، هي موجوده منها هي, مع هي الوزير. موجوده يا سيد الوزير. يجوا يسكنوا العشوائيات؟ لا، يعملوا لنا العشوائيات يا معالي الوزير. يعملوا لنا العشوائيات ان احنا عشان بس هم. انا في مكالمه حالا مع الاستاذ احمد موسى في تليفونه في برنامجه، قلت له احنا عايزين ناخد لب الكلام اللي انا كان قصدي عليه، وقلت له اذا كان هي الكلمه دي اللي مزعله اهل الصعيد فأنا بعتذر لهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن ناخد لب الكلام اللي أنا بقوله. أنا بقول إن أنا شايف والأرقام اللي قدامي وقسم قسم ونجع نجع، إحنا يا أستاذ وائل عندنا 70% من الأنشطة الاقتصادية بتدار في القاهرة واسكندرية والجيزة. 70% من النشاط الاقتصادي القاهرة اسكندرية جيزة والجيزه وبقيه المحافظات الانشطه الاقتصاديه اللي فيهم. ده عيب اهل الصعيد. ده عيب اهل الصعيد يا معالي الوزير. ده فشل في الحكومه. ده عيب اهل الصعيد ولا ده الاهمال والتهميش اللي كنا بنتكلم فيها مع الوزير؟ يا فندم انا بقى ارجو ناخد كلامي في سياقه. الراجل بيوضح. انا بقول لحضرتك احنا بنتناقش معاك ان احنا فرص العمل. لا، هو الارقام اللي حضرتك بتقولها كارثه طبعا يا سياده الوزير، ويحسب لك انك تتحدث دايما بلغه الارقام. أنا يا فندم بكلم إن الأنشطة الاقتصادية اللي هي بتشارك ب 80% من الناتج الإجمالي المحلي، إحنا عندنا عدد كبير جدا من المنشآت في الصعيد، من المنشأة ذات الفرد الواحد والمنشأة ذات الفردين، وهي دي اللي ما بتشاركش في التنمية بشكل كبير، لكن اللي بتشارك في التنمية المصنع اللي فيه 100 و500 و1000 و1500 دول صعب إن هم كانوا يتواجدوا في الصعيد. طب انا سؤال قبل ما اخد كلام الاستاذ وائل مشن لانه عايز يعلف ده، هل احنا عندنا، انت دايما احصاءاتك دقيقه يا سياده الوزير،
هل احنا عندنا احصائيات متعلقه بالعشوائيات في القاهره فيها دلتا كام وصعيد كام؟ لانه انت حضرتك لما تطلق هذا التعبير معنى كده ان عند حضرتك احصائيات ان الصعايده يشكلون نسبه كذا في العشوائيات، واهالي الدلتا يشكلون نسبه كذا في العشوائيات، او سكان القاهره يشكلون نسبه كذا في العشوائيات. يعني لا، اولا لفظ عشوائيات يا استاذ وائل، لفظ عشوائيات انا ما اعرفوش، لكن تقول لي انا عايز الحدود، كل بيت وكل شارع وكل حي في الجمهوريه عندنا بياناته، لكن انا وانت ممكن نختلف دي عشوائيات ولا مش عشوائيات. احنا عندنا كنا بنعتبر في توقيت ما حزبه الهجانه مثلا اللي في الاربعة ونص عشوائيات، حزبه الهجانه فيها شوارع كامله ما فيش بيت الا 14 دور، خدت بال حضرتك؟ الشارع كله بيوت 14 ابراج 14 دور، ولكنها مش مخططه. فكان تعرفنا زمان وبنقول ان المناطق غير المخططه تبقى هي العشوائيه، المناطق اللي مش متوصل لها مرافق هي العشوائيه. اللي انا بتكلم فيه ده بقت متوصل لها مرافق، وهي اي نعم غير مخططه لكن متوصل لها مرافق وبقت ابراج 14 دور. فالتعريف بتاع العشوائيات ده ممكن نختلف عليه. كان اسبابه ايه؟ كان اسبابه ايه مع الوزير؟ خلي الاستاذ وائل مش نرجع لموضوعنا تاني يا استاذ وائل. انا العمر لا قلت العشوائيات دول اللي عايشين فيها صعايده بس ولا بحروه بس ولا اهل مصر بس. العشوائيات فيها من كل لون، لكن انا لما بروح التعداد او بروح اخذ البيان انا باخذ مين اللي موجودين هنا، ما بسالش انتوا جايين منين. إيه؟ انا المكان ده تقول لي اي منطقه نقول لك فيها كم واحد وذكر وانثى، متعلمين ولا مش متعلمين، وحالتهم الصحيه، كل خصائصهم بنقولها، بس ما بنسالهمش انتوا جايين منين. انت جاي منين؟ طب استاذ وائل مشرب عايز توجه لسياده الوزير. معالي الوزير حضرتك، انا عايز بس اوجه سؤال لحضرتك. انا وائل مشرب نائب سوهاج، نائب صعيدي. انا كنت قريت في عن طريق الصندوق، كنت لسه بقول هنا في الاستوديو، بقول على صندوق تطوير العشوائيات، هما كانوا محددين منطقه المناطق العشوائيات، وكنت قلتها 400 منطقه، كانوا محددينها منطقه غير امنه وغير مخططه وخطر على الصحه وغير امن. حضرتك لما انت بتشرح وجهه نظرك دلوقتي في برضه حضرتك، معلش عذرا مع الوزير، انا نائب محمل برسائل من ابناء الصعيد، برضه حضرتك مصمم على كلمه ان اللي يسكنوا العشوائيات هم صعايده. يا فندم يعني ليه انت حضرتك عايز تقول اللي يسكن؟ احنا حضرتك يعني اقتصاد احنا فيه، الحمد لله رب العالمين، احنا عايزين نقول بلغتنا كده الصعيديه، احنا من اهل الحمد، احنا عندنا قصور وعندنا فيلر وعندنا بيوت وعندنا عمارات وعندنا الخير كله وعندنا ناس فقراء وعندنا ناس محتاجين كل ده، لكن حضرتك ليه مصمم ان انت تقول ان العشوائيات دي يسكنها للصعيد؟ ليه حضرتك مصمم؟ احنا نعرف صعيد اخطاء مع الوزير، نجاح الحكومه ونجاح وزير من الحكومه ده نجاح لنا احنا كنواب شعب. حضرتك اهلا وسهلا بيك في الحكومه. حضرتك انت امبارح لما 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 حضرتك صرحت بالتصريح ده عذرا، انا تذكرت شيء حضرتك وانت بداخل مداخله مع الاستاذ تامر امين، انا لقيت حتى الاستاذ تامر امين بيلوح بطريقه كده، يعني ايه انت بتقول يركب القطار؟ انا مش عايز اعيد الكلام عشان ما نقعدش زي ما بيقولوا كده ايه نقعد عيد في الكلام. حضرتك لك كل احترام والتقدير، ولكن بتقول يركب القطارات ويجي من هنا عشوائيات، فهو بيقول يعني يا سلام، يا ريت تعمل حاجه. فحضرتك ارجو من حضرتك لو سمحت يا معالي الوزير تحدد حضرتك وجهه نظرك ليه بتقول ان العشوائيات يعني العشش، انا احنا بالنسبه لنا عشش بقى واكواخ ولا يا فندم، ده احنا صعايده، احنا الخير، احنا مصر الخير، احنا صعيد الخير، احنا الكرم، احنا الجود، احنا كل حاجه. معالي الوزير من فضل حضرتك بلاش كلمه، بعد اذنك يعني بلاش كلمه ان الصعايده يسكنوا العشوائيات، لان احنا الحمد لله رب العالمين احنا فينا صح ناس على قد حالهم، لكن كرامتنا وفوق كل اي حاجه، واحنا بنعترض على كلمه ان الصعايده يسكنوا في العشوائيات. اتفضل يا معالي الوزير. انا بعد اذن حضرتك اتفضل كامل لكل الكلام اللي حضرتك قلته. انا كنت بتكلم على البسطاء، هو مين البسيط اللي هيجي مش لاقي لاسرته لقمه عيش وبيلاقي ويحاول يدور لمكان فيه فرصه عمل يجيب لاسرته البسطاء؟ وانا بقول
انا اما الاستاذ وائل سالني هم بحراويه ولا صعايده، قلت له لا يمكن حد يقدر يقول ان دول كلهم صعايده ولا دول كلهم بحراويه ولا دول معاده. انا بتكلم عن الرجل البسيط اللي ما عرفش يلاقي فرصه بيجي القاهره. البسيط ده هيروح فين؟ سواء جاي من الصعيد او غير الصعيد هيروح يسكن فين؟ فانا بتكلم ان هم ده كان المشكله ان حضرتك قصيت الصعيد هو بيترجم كده اه يعني حضرتك لو قلت الذين ينزحون من كل محافظات مصر ما كانش بقى في مشكله من سينا من البحر من الدلتا. انا بدايه الكلام كله عن ظلم الصعيد، انا بتكلم بدايه قلت كده والله الكلام كله عن ظلم الصعيد. كنا نتمنى يا معالي الوزير انك انت ان يقف حديث حضرتك عند ظلم الصعيد وعند توجه الحكومه لتنميه الصعيد. يا سياده الوزير يا ريت حضرتك تشرفنا في المجلس، لان النهارده يعني كان في بيانات عادله وكان في طلبات احاطه قدمت، وكل النواب غضبانين من هذا التصريح، ليس نواب الصعيد فقط بل كل نواب مصر، كل نواب المحافظات غضبانين من هذا التصريح. يا ريت حضرتك تشرفنا في المجلس وتشرح وجهه نظرك اللي حضرتك بتتكلم طيب. فيها ويعني مشكورا مجلس الوزراء على اصداره البيان بالاعتذار. طيب سيادة الوزير اعتقد انه لكن منتظرين زيارتك للمجلس يا معالي الوزير. سيادة الوزير اعتقد انه لو لم طب عايز انا تحت امر السادة النواب. انا جاهز لو جات لي دعوه اجي في الوقت اللي تحددوه وابدي وجهه نظري، رغم ان انا قلت اذا كان هو من كلام ان انا قلت كده وانا ما كنتش اقصد كده اطلاقا، فانا اعتذرت عند برنامج الاستاذ احمد موسى وبعتذر عند برنامج الاستاذ وائل الابراشي، لان انا كلامي كله انا خدمت في الجيش 40 سنه، كنا لما نحب نعمل حاجه صح ندور على العسكري الصعيدي والضابط الصعيدي. ايوه كده الكلام ابتدى بقى يحلو يعني يعني لا انا بتكلم حضرتك صعيد الراجل الجدع يا معالي الوزير الكلام ابتدى يحلو يا معالي الوزير كده مش كده برضو أنا بس برضو لازم حضرتك تيجي لنا مع احترامي للاستاذ وائل الابراشي وانا في بيته في مكانه مع احترامي بعد اذنك، برضو حضرتك لازم تيجي شرفنا في المجلس قاعه المجلس قاعه الشعب. انا تحت امر الساده النواب. انا الحقيقه ما عنديش يعني درايه وانا من نفسي ولا المجلس طيب. يدعوني، لكن انا تحت امر المجلس. سنطلب من السيد رئيس المجلس ان يدعوك يا معالي الوزير في اقرب فرصه. ده شيء يشرفني جدا طيب. سياده الوزير هل مجلس الوزراء سواء في المهندس شريف اسماعيل او في المكلف بالاعمال المهندس مصطفى مدبولي راجعوك في هذه التصريحات، خاصه انه المجلس اصدر بيانا منذ قليل، يعني بالتاكيد المجلس نفسه استشعر خطوره هذه التصريحات. يعني احنا النهارده كنا مجتمعين معظم الساده الوزراء، كنا مجتمعين في اجراء ما كان عندنا، وكان بالصدفه موجود المهندس مصطفى مدبولي راجعني فعلا في الكلام ده. مهندس شريف اسماعيل من بيته كلمني في هذا الكلام، وانا الحقيقه انا لغايه ما رحت مكان الاجتماع الساعه 5 انا من صراحة ربنا كنت في الجهاز، والجهاز كانوا عاملين تكريم، ويمكن نفس السادة النواب يشوفوا اللي كان حاصل في الجهاز الصبح عندنا في الجهاز طبعا طبعا ولا احد ينكر ذلك، مفيش اعتراض على شخصك. المهندس شريف اسماعيل قال لحضرتك ايه؟ قول لحضرتك انا ما قعدتش في الوزارة، انا اول مرة اروح الوزارة النهاردة قعدت فيها ساعة واحدة ثم نزلت على اجتماع، وفي الاجتماع المهندس شريف استوضح مني ما حدث وانا شرحت له ما حدث، وهو قال فعلا ان اذا يعني لب كلامي كان واضح، لكن هو قال ووجه ان لازم احنا نراضي النواب ولازم نراضي الناس اللي فهموا غلط واساءوا فهم تصريحي. كل اللي يشوف تصريحي في البدايه ويلاقيني ده في ناس قالوا عنصريه وحاجات زي كده، انا عنصري فعلا في اتجاه اهل الصعيد، لان هم دول زي ما ابتديت قلت دول اتظلموا مده طويله. هو احنا مش عايزين حضرتك والدوله مش انا اللي تذكرت، والدوله تذكرتهم مؤخرا. العقدين الاخرانيين في مناطق صناعيه اتعملت في المحافظات ما كانتش موجوده قبل كده، نسبه الفقر بتنزل من كل بحث بنعمله، ولكن ما زالت تحلق في افاق لوحدها. فهو ده طيب. انا بقول سياده الوزير هل بيانات قاري البيانات وبقول ان احنا الخطط بتاعت الدوله مش بكر الكندي، بكر الكندي ما عندوش حاجه في ايده خالص،
فكر الجندي بمهمته اللي واخدها بمحافظينه اللي هيساعدوه زملائه المحافظين اللي هيساعدوه بمجلس الوزراء اللي هي الحمد لله لما بنقتنع بشيء يا استاذ وائل بنقدر نقنع اللي قدامنا واذا كان في ميزانيات نزودها اذا كان في بعض المناطق مثلا وانا عارفها بالظبط عندهم صرف صحي في محطه وفي ناس ولكن عايز اوصل بس تعمل بامكانيات بسيطه عشان ده يخلص هو ده اللي طيب. ركز عليه خليني اخد بس تعليقين هنا عايز تقول ايه يا استاذ مصطفى بسرعه السؤال المحدد لمعالي الوزير يعني حضرتك بتقول اني طلب من حضرتك ان تراضوا النواب تراضى اهل الصعيد ده رئيس الحكومه قال له كده المهندس راي حضرتك ان ده مراضاية لاهل الصعيد ولا اعتذار انا يا فندم اذا كان مجلس الوزراء اعتذر تمام يعني ده اعتذار من احنا بس عشان اهل الصعيد اللي زعلانين احنا بنتكلم عن نفسنا بنمثل قطاع معين بالناس الدوائر لكن اهل الصعيد كل محافظات الصعيد زعلانه مع الوزير حابين ان نسمع ده من حضرتك شخصيا انا يا فندم تحت امرك وانا النهارده لو حد شاف التصريح او يعني بعد ما خلصت اجتماعين كان انا كنت قاعد مع صحفيين في الجهاز وقاعد مع صحفيين في الوزاره وانا لم اكن ادري تماما بكل هذا اللي حصل بيقولوا لي انت رايح فين اول زيارات ليك؟ قلت لهم اول زياراتي الى الصعيد وانا لم اكن ادري بما حدث اطلاقا ولكن بيقولوا لي انت رايح فين اول زياره ليك؟ قلت لهم اول زياره اول الاسبوع الجاي لان الاسبوع ده كله الحمد لله اني عرفت كنت اتمنى ان اكون فاضي بقيت هذا الاسبوع لكن اول زياره هو مقر الوزاره هيبقى في الصعيد يا معالي الوزير بتاع حضرتك فندم مقر الوزاره في الصعيد بشكر سياده اللواء انت عايز تقول تعليق بس بسرعه قبل ما اطلع فاصل انا بحيي سياده الوزير وانا متاكد ان هو لا يقصد الاساءه للصعيد وهو رجل قياده معروفه بالكياسه وبالحكمه والانضباط واحنا بنامل ان سيادته يهتم بالصعيد لان بالفعل احنا متفقين على ان الصعيد اهمل لفترات طويله ويحتاج الى المزيد طيب. من التنمية وانتوا شايفين هذا الاعتذار كيف عشان نغلق هذا الموضوع الوزير عنده منتظرين شغل زياره معالي الوزير لمجلس النواب طيب. عشان يشرح وجهه نظره ويقدم اعتذار رسمي كحكومه لمجلس النواب لان النهارده يا استاذ وائل كل القاعه وجميع طيب. النواب من كل المحافظات كانت فيها غضب شديد على المصادر من تصريحات بشكرك يا سيادة الوزير ألف شكر والنواب يعني بيقولوا هم في انتظارك في مجلس النواب ألف شكر هطلع فاصل وبعدها نتلقى أيضا اتصالاتكم هل كلام وزير التنمية المحلية يعني يشفي غليل الصعيدة الذين غضبوا أم لا مشاهدينا نحييكم من جديد قبل الفاصل المواجهه بين وزير التنميه المحليه الوزير ابو اللواء ابو بكر الجندي واثنان من نواب الصعيد اتمنى ان تكون كافيه يعني اما لاغلاق هذا الموضوع او لفتح بعض القضايا المتعلقه به خاصه ان في ثلاث ارقام قالهم اللواء ابو بكر الجندي مخيفه يا جماعه يعني تخيل لما قال ان في 70% من النشاط الاقتصادي في مصر في القاهره والجيزه واسكندريه فقط يعني كل محافظات مصر دي متوزع عليها 30% الباقي من حجم النشاط الاقتصادي كمان لما قال انه 80% من الهجره في مصر صعيد يعني طب ما يبقى المساله في منتهى الخطوره ان اهالي الصعيد بسبب ضيق فرص الحياه والعمل وبسبب الفقر المدقع وبسبب التهميش وعدم وجود تنميه بيهاجروا وبيسيبوا بلادهم يعني كمان الرقم الثالث 50% نسبه الفقر في الصعيد ارقام مخيفه جدا تحتاج لبحث قبل ما اخد مداخلات بسرعه اللواء يحيى الكدواني هنا بسرعه اخد منك تعليق الارقام مخيفه طب ما تهتموا بده
وبالفعل في اهتمام وبنطالب بتنمية الصعيد، بنطالب بتقسيم الصعيد تقسيم جغرافي آخر غير التقسيم الحالي، بحيث يبقى كل محافظة لها اتصال بالبحر الأحمر. حتى تقسيم جغرافي تقسيم الصعيد ده يعني حتى حدود الجغرافي الاختصاص يعني، واستغلال الموارد اللي موجودة في الصحراء الغربية والشرقية، فتح آفاق جديدة للتنمية عمرانية في الظهير الصحراوي في الصحراء الشرقية والغربية، استغلال البحر في مشروعات مش ضروري يبقى مركزين في السياحة فقط، إنما تبقى في أفاق طيب جديدة. وشايف كلام الوزير خلاص يعني كافي، واجب أن يغلق هذا الملف. أنا متأكد 1000% أنه لم يقصد الإساءة للصعيد ولا فيها تمييز طيب ولا عنصرية. مش أنا شايفك لسه حتى بعد اعتذار الوزير يعني عايزين لسه خطوات تانية. طبعا احنا هنشوف الوزير لما يجينا في القاعة إن شاء الله، نمرة واحد. نمرة اتنين يشرح لنا بقى خطة العمل بتاعته ايه للصعيد. بس انتوا بتكونوا حادين في المجلس جدا يا فندم، يشرفنا ان شاء الله. عندكم قلاب، احنا صعايده واهل كرم ونعرف نكرم ضيفنا في مكاننا، ما دلناش عليه. انما انتوا عايزين ان يكون هذا الاعتذار داخل مجلس النواب. هيجي داخل معك يعتذر طبعا لمصر كلها من قاعة الشعب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يشرح لنا بقى ايه خطته وايه بياناته وايه تصوره في الصعيد. استاذ مصطفى، شايف اعتذار الوزير كافي اللي قاله لنا قبل الفصل وانتوا ناقشتوه يعني، ولا احنا منتظرين وعد الوزير ان هو يشرفنا في قاعة المجلس لشيئين زي ما ذكر الزميل سيادة النواب المشنب، تقديم الاعتذار بشكل رسمي. انت مش عايز يبقى فيه اعتذارات على الهواء، اعتذارات على الهواء وتليفونية وصحفية؟ لا، احنا عايزين اعتذار بشكل رسمي، رقم واحد. رقم اتنين، رؤية يعني مناقشة رؤية لكم على الهواء، على مناقشة رؤية الوزارة. هو مش احنا بس يا الشعب، بيعتذر لمصر كلها. الراجل بيعتذر على الهواء، هو في مشكلة ان وزير يشرف هو بعد المجلس؟ لا، مفيش مشكلة طبعا. يشرف وهو ابدى استعداده انه يشرف، واحنا يعني هنعرض ده ونطلب ده من قيادات المجلس. دايما بتثار قضية العاصمة والنزوح للعاصمة، كلنا جئنا من أقاليم، بحثاً عن طموحات أحلام. أنا من الأقاليم وأنت من الأقاليم يعني. لو فرص الحياة موزعة توزيعاً عادلاً في كل محافظات مصر، في مدن في دول في أوروبية يعني تشعر أن هناك مدن لا تقل عن العاصمة في فرص الحياة وطموحات وأحلام. طيب ما هو ما نشوف ده، ايه اللي مخلي فرص الحياه فقط في العاصمه؟ ده 70% من النشاط الاقتصادي في العاصمتين القاهره واسكندريه. ليه العاصمتين القاهره واسكندريه والجيزه والقليوبيه اللي هي شبرا الخيمه القاهره الكبرى يعني. القاهره الكبرى ليه هذا الكلام؟ لان اولا الدوله كانت في وقت النهضه اللي هي فتره الستينات والسبعينات، كانت بتركز المصانع والشركات والحاجات دي في القاهرة. مصنع الحديد والصلب كان مفروض ما يبقاش في مكانه، يبقى في حتة تانية، انما كان الاتجاه ان هو على اساس ان يبقى الكهرباء ما كانتش متوفرة في حتة كتير الى اخره. انما دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما جه وهو باصص للصعيد ان تبقى في مشروعات في كل محافظات مصر يعني. حتى اللي بيطالب بيه اخويا يحيى بان هو يبقى فيه مطلات على البحر لكل المحافظات، برضو التقسيم ده كان تقسيم اتعمل في عهد الرئيس وجاري تطبيقه ان كل المحافظات تبقى عرضية وليست طولية، بحيث يعني انها فرص الحياة عندها تبقى لازم تتسع يعني. شوف، هو ثلاث حاجات: الطريق وخط السكة الحديد والبحر. والبحر دول الثلاثة اللي بيعملوا اساس التنمية، وبعدين ضاف لهم بقى دلوقتي المطار. لازم يبقى في مطار هنا ومطار هنا عشان تسهل حركه. طيب رجل اتمنى الأعمال. ان تكون زله لسان الوزير يعني لسان. فادت في انه ان في قضايا حيويه بدانا نناقشها يعني متعلقه بالصعيد. بسرعه اخد مداخلتين قبل ما اطلع فاصل. استاذ سعيد من اين اتفضل؟ استاذ سعيد. طيب استاذ عاطف تفضل. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير، تفضل استاذ عاطف. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بيك. احنا بنشكر سياده الوزير ان احنا صعايده واحنا اكتين من زمان ومنسيين، وهم اللي يعني اللي مش سايبيننا في حالنا كده. يعني الصعيد منسي من زمان والحكومه اللي مش سايباه في حالها كده. احنا في القاهره يا فندم من السبعينات.
ومعظم الصعيد انت هنا انت في القاهره من السبعينات والصعيد كله هنا بيخش مشاركات في بياض وبيعمل ونقول له سياده الوزير انزل شاي القصر وشوف الصعيد. ما يعني الصعايده مش عشوائيات يعني او مش هم اللي هم الذين يصنعون العشوائيات. استاذ احمد من الدهليه. استاذ احمد اتفضل. دكتور احمد اهلا بيك اتفضل. بحضرتك هو لا هي مسؤوليه لا هي مسؤوليه الدوله ولا مسؤوليه الايه الصعايده العشوائيات دي. دي احنا في بلد يعني المنظمه نقول منظمه الايه الامم المتحده محدده حاجه اسمها ميجا سيتيز اللي هي اي مدينه تعدي 10 مليون مواطن. دي من مشاكلها العشوائيات. وزي ما هي برضو مشكله برضو هي دي المدن الكبيره ديت بتبقى برضو قاطره للانتاج. يعني دي بتبقى ايه المشكله فيها ان الخدمات العشوائيات كتير. بشكرك استاذ من سوهاج. اخر مين استاذ داي من سوهاج بسرعه. استاذ باهي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسرعه تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيوف وبالاخص النائب مصطفى. تفضل. لا انا 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 عندي كم اقتراح كده عايز اقوله استاذ وائل معلش يعني اديني فرصتي. تفضل تفضل. انا من مصريين الخارج من الصعايده الخارج مصر تمام. عايز اقول لمعالي الوزير انه 40% من اهل الصعيد خارج مصر يا معالي الوزير. ونحن اهل الصعيد اصلا يعني اذا كنا بنروح القاهره فاحنا بنروح ننمي في القاهره عشان اصلا لما اجي انمي في القاهره وابني عماره واثنين او تمام بلاقي ناس تسكن فيها يا معالي الوزير. دي نقطه. النقطه الثانيه انه نحن الحكومه يا معالي الوزير مش بس علينا اصلا ولذلك احنا بنتجه لخارج مصر يا معالي الوزير. يعني احنا 30 40% من خارج من الصعيد واحنا خارج مصر فاحنا بنعول ملايين من الصعايده اللي هو انت مش لا انت ولا الحكومه مفكره فينا اصلا. لا وموجودين طيب. في القاهره واسكندريه برضه. باي هطلع فاصل وبعدها نكمل معاكم تليفونات الغاضبين ونشوف يا جماعه كيف نجد حلا لكل مشاكل الصعيد. مشاهدينا احييكم من جديد. غضب الصعايده بسبب تصريحات وزير التنميه المحليه اللواء ابو بكر الجندي. اعتذر مجلس الوزراء اعتذر على الهواء في اكثر من برنامج ومعنا منذ قليل اعتذر. الاعتذار كاف ام لا؟ النواب بيقولوا لابد ان يقدم هذا الاعتذار بشكل رسمي في مجلس النواب. طيب الاهم من كل ده ان القضايا التي اثيرت من خلال تصريحات وزير التنميه المحليه نهتم بيها. تاني هقول لكم الارقام المخيفه اللي قالها. 70% من النشاط الاقتصادي في مصر موجود في القاهره الجيزه اسكندريه فقط. 30% بقى في كل المحافظات. 80% من الهجره في مصر صعيد. 50% نسبه الفقر في الصعيد. ارقام مخيفه نتمنى ان نلتفت اليها. وانا باخد تصريحات اخيره استاذ وائل مشنب وهاخد ايضا تليفونات اخيره من المشاهدين. هنا يعني في حساسية. خلينا لا أنكر أن في حساسية شديدة وهي حساسية مشروعة طبعا. يبدو أن الصعيد من كثرة التهميش التجاهل العنصرية أحيانا في بعض المعاملات حتى التهميش في حد ذاته عنصرية. عندكم بقى عندكم حساسية شديدة يعني. جايز لو التصريح ده يتعلق بالدلتا ما كنتش هلاقي غضب اهالي الدلتا. نعم. اتفضل. شوف حضرتك انا عندي مشكله لسه كنت بحكي فيها وما زلت احكي فيها ودي قضيه احنا عندنا مشكله في مصرنا المركزيه. المركزيه دي يعني هي اساس التخلف والرجعيه وان احنا طول عمرنا طالما في مركزيه في مصر يعني انا سوهاج مثلا. سوهاج القاهره مش اقل من 5 ساعات مش اقل من 500 كيلو. انا عشان اروح امضي ورقه في المركزيه طب ليه؟ طب ما انت تدي صلاحيات للمحافظ محافظ العاصمه محافظ الاقليم هو ايه الصلاحيات دي؟ فطول ما احنا حضرتك شغالين بسياسه الوزير جه الوزير راح عشر وزير مات الوزير اتشال الوزير يعني احنا مش عارف نخلي حتى الان انا مش عايز ادخل في تفاصيل يعني عشان بس احنا في تعليق اخير وانت قدامك عايز اقول حضرتك المركزيه احنا عايزين لابد من قضاء على المركزيه. لو تم القضاء على المركزيه الدنيا كلها تروح، صعيد هيرتاح، بحر هيرتاح،
سينا شمال سينا كل الناس دي هترتاح. طيب عشان ما تلوموش علينا تقولوا تيجوا ليه عندنا مش عند القليل تيجوا لينا في القاهره. طيب المركزيه في نص دي ايضا ست لواء، يعني من الواضح ان العاصمه هي صاحبه الكعكه الكبيره في الاحلام وفرص الحياه وفرص العمل، ومعظم المحافظات وفي قمتها. الصعيد مفيش الحقيقه حضرتك، شيء معروف ان العواصم دايما بتبقى بتحظى بالحظ الاوفر في التنميه في كل العالم يعني، انما ما بتبقاش بهذا الشكل الصارخ يعني على حساب التنميه في محافظات اخرى بتصاب بالفقر. النهارده محافظات الصعيد بتوصف بانها الاشد فقرا، تبرع ببطانيه لفقير في الصعيد، كلام بيجرح شعور المواطن الصعيدي اللي هو بيتميز بانه عنده شيء من الكرامه. محافظة أسيوط مثلا حضرتك فيها مصنع للغزل والنسيج مغلق، مصنع سيد للأدوية يكاد يكون شغال بربع طاقة، مصنع مغلقة. طيب المنطقة الصناعية فيها 10 20. دلوقتي هاخد بس محمد من سوهاج، اخد 3 تليفونات بسرعة قبل ما اسمع التعليقين الأخيرين. أستاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل أستاذ محمد. أستاذ وائل، هو حضرتك يعني احنا كصعيد بنمثل حوالي 90 مليون كجمهورية، من 150 مليون صعيد، ينفع ان سيادة الوزير يطلع يتأسف ب 50 مليون بعد ما يهينهم ويقول الأطورة وغير الأطورة؟ احنا بنطالب بإقالة الوزير ومش هننزل في انتخابات ومش هننزل في أي حاجة. بس بتعتبر الاعتذار ليس كافيا يعني. طيب أستاذ جمال من أسيوط اتفضل. يا جماعة ما خلي الناس تكمل كلامها. أستاذ جمال اتفضل. استاذ وائل، احنا الوزير فضل. اهلا ولا سهلا بيه في الصعيد، ولا عايزين نشوفه، واذا اجى هنقابله بالاحذيه في وشه. ليه لا 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 لا, لا, لا. يا جماعه بس يا جماعه يعني الرجل يتحدث بحب عن الصعيد، في حاجه اسمها زلات اللسان في الحياه يعني. استاذ اسامه من سوهاج، استاذ اسامه اتفضل. استاذ اسامه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، بسرعة. يا باشا كان من باب أولى لسيادة الوزير إن هو بيتكلم على العشوائية في الصعيد، كان في على الأقل محافظ منوفية حضرتك عرضه من دلوقتي أو كان إمبارح ممسوك بقضية رشوة، هات كام محافظ ولا كام واحد ماسك في الصعيد كان ممسوك برشوة. الصعيد يا باشا شرف للمصريين. الصعيد شرف لجميع المصريين. أستاذ عبد الحق بسرعة. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بسرعه. اولا يا فندم تحياتنا للساده النواب. مفيش وقت للتحيات استاذ عبد الحق، انا اسف، اتفضل. ماشي يا فندم، يا فندم هو اولا التصريحات بتاعت السيد الوزير واضحه، وبالنسبه اللي هو الاعتذار بتاع الوزراء مجلس الوزراء جاي فيه تعبير سوء فهم. احنا ناس بنفهم كويس وعارفين مخارج اللغه ومخارج الحروف. يعني أنت بتعتبر الاعتذار ليس كافيا. بشكر. شت اللواء في ثانية. عندك ثانية. ثانية. خلص. لا شوف. شايف الاعتذار كيف واجب أن نطوي هذه الصفحة؟ الاعتذار الراجل اعتذر على الهواء في أكثر من قناة ومنها القناة بتاع حضرتك. فأعتقد إن ده يعني يزيل كل لبس موجود، إنما العشوائيات سببها المحليات وليس المحليات. المرضى. استاذ مصطفى ما يهمش تنزل لنا عن الوقت ده، بتفضل. لا ما تنزلش احنا. كل سنه وانت طيب. انا ما تنزلش، بس انا بطلب من الحكومه انها تلتزم بتوجيهات السيد الرئيس في تحقيق تنميه في الصعيد لتعويض اهل طبعًا. الصعيد عما فاتهم من سنوات طويله في تهميش وفي اهمال وفي معاناه شديده في تلقي خدماتهم والحصول على حقوقهم. بشكركم. الاهم يا جماعه الاستفادة من الأرقام والإحصائيات المخيفة، ربما تكون زلة لسان، وفي كل الأحوال وزير اعتذر، مجلس الوزراء اعتذر، حتى لو النواب بيطالبوا وبيقولوا النواب ليس الاعتذار ليس كافيا، حتى لو أهل الصعيد يقولون ذلك، يمكن للوزير أن يذهب إلى مجلس النواب ويتم طوي هذه الصفحة، والأهم نشوف حلول مش لمشاكل الصعيد فقط، لكل محافظات مصر التي تشعر بالتهميش وعلى رأسها الصعيد. غدا هنكون معكم إن شاء الله في حلقة جديدة.